أهلا بكم في ليلة عصيبة، حيث بدأ منذ أقل من ساعتين الغزو الإسرائيلي البربري الهمجي على أهالينا في فلسطين. النهاردة هنعمل تغطية لهذا الحدث الصعب على قلب كل مسلم عربي ومسيحي. إسرائيل أعلنت الاجتياح ودخلت قطعت الإنترنت حتى يتم إخفاء جرائمها، جرائم الحرب التي سترتكب بحق أهالينا في فلسطين. لكن إذا كانت قد تمكنت من قطع الإنترنت فإن للحق وللمظلومين أدواتهم وآلياتهم. سأبدأ الحلقة بدعائي: اللهم انصر إخواننا في فلسطين. منذ بدء الاجتياح، منذ قرابة الساعتين، صارت حالة من القلق العام في الشارع المصري بلاحظها منذ الصباح عندما استيقظ المصريون على خبر بيتم الإعلام فيه سقوط صاروخ في مدينة طابة. طب إيه القصة؟ هل هيتم جر رجلينا إلى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟ ثم عندما بدأ الغزو والاجتياح البربري الإسرائيلي لقطاع غزة، حتى أن العدو الإسرائيلي أعلن أنه سيستخدم غاز الأعصاب المحرم دوليا، إحنا هنعمل إيه؟ هنساعد إخواننا إزاي؟ ثم أيضا على المستوى الإنساني المصريين أيضا في حالة قلق. البعض بعت لي رسالة: هو إحنا نقدر ننزل نخزن أكل؟ أنا مش هجاوب، اللي هيجاوب ضيفي وضيف حضراتكم على كل الأسئلة اللي هترد على أذهانكم في هذه الليلة هو اللواء الدكتور المفكر الخبير الاستراتيجي دكتور سمير فرج. مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. في البداية عايز أبدأ من القلق العام بالظبط اللي انتاب المصريين منذ ساعتين عندما بدأ الإعلان عن اجتياح العدو الإسرائيلي لقطاع غزة. لا، وقبل كده من الصبح زي ما انت قلت لما حصل اللي الطيارة المسيرة بدون طيارة وقعت على طابة. وانا النهاردة جالي حجم تليفونات الصبح مش معقول. احنا عايزين نطمن الناس، هذا الحدث بيحدث احداث كتيرة، ولسه من شوية كان المتحدث العسكري الاسرائيلي قال ان اسرائيل بدأت تتعرض من اتجاه البحر الاحمر الى هجمات او اعمال رأسية. ومن يومين مدمرة الامريكية اعترضت صاروخين جايين من البحر. فلو احنا شفنا بس الخريطة لو سمحتوا بتاعت سينا عشان نعرف فين المنطقة بتاعت البحر الاحمر. اعرضوا لنا الخريطة. الخريطة قدامنا وادي عندنا طابة ونويبع اللي حصل عليهم الضرب النهاردة. فهي طيارة مسيرة بدين طيار، طبعا غالبا لا يمكن تكون جاية من اسرائيل، لان اسرائيل عندها حرب بتاعتها فمش هتخش في جبهة تانية. يبقى حضرتك رقم واحد ترى كخبير استراتيجي ان هذا الصاروخ اللي سقط على طابة لا يمكن ان يأتي من اسرائيل. من اسرائيل، لان اسرائيل ما عندها مشاكلها وحنعرضها بعد شوية، عندها جبهتين ثلاثة اربعة مش قادرة تفتح جبهة جديدة، ما تقدرش تفتح. فبالتالي لا يمكن من اسرائيل عشان نريح الناس. ماشي. نمرة اتنين، ان احنا من يومين المدمرة الامريكية ضربت صاروخين تانيين. فدي هي الأزرع الإيرانية في المنطقة. نشوف الخريطة التانية لو كانت موجودة اللي احنا قلناها، هي الأزرع الإيرانية في المنطقة، أزرع إيران في المنطقة. دي الأول إيه؟ إسرائيل النهاردة عندها أول حاجة تهديد قطاع غزة وعندها الضفة الغربية. الضفة قطاع غزة النهاردة هي داخل عليه دلوقتي. الضفة الغربية مشكلة كبيرة، وذلك هي من الصبح بدأت تجمع الناس وتقبض وبتاع وعملت حواجز عشان متحركوش. عندها بلوة تانية اسرائيل بقى لو حزب الله دخل. وبعدين حزب الله في سوريا وايران. هتبقى دول بلوة. عشان كده بقى دول هيبقوا تبع مين؟ امريكا. يعني هي امريكا هي اللي هتتعامل معهم عسكريا. لو بكرة الصبح حزب الله دخل امريكا داخلة عليه. خلاص، فهي هتسيب غزة والضفة الغربية لمين؟ لاسرائيل. لاسرائيل. وامريكا هتاخد لبنان، حزب الله في لبنان، وسوريا وايران.
عشان ناخد بالنا من الموضوع ده. فاسرائيل بقى مش عايزه تاخد بلوه تانية وتقول مصر. فمن هنا بس نريح الناس ونقول لهم يا جماعه ارتاحوا، مصر ملهاش دعوه بالموضوع، واحنا مش هنخش في حرب، عندنا رئيس عظيم عاقل فاهم. ان احنا عندنا زي ما شفنا التفتيش الحرب بتاع الفرقه الرابعه حاجه جميله وجباره، ده اسمه الرادع، عشان لو حد قرب لنا ندخل، غير كده لا. حاطه حضرتك في تفتيش الحرب قال البعض بان الاسلحه المعروضه دي اسلحه قديمه. قديمه مين؟ لا استنى بس، عشان قديمه ايه بس يا جماعه؟ الدبابات وكلام. الدبابه M1A1 برامز احدث دبابه في العالم. هو احنا هنعمل تفتيش حرب برضه يا محمد واحنا جايبين دبابه قديمه؟ الدبابه تاني بقول اهو، انا عايز ارد، الدبابه M1A1 برامز دي احدث دبابه في العالم. ولما وقفت شرحت قلت الطقم اللي انت شايفين قدام الدبابه اربعه، رامي مذاكر سواق قائد كلهم اربعه، جندي مجند مهندس، لانها كلها كمبيوترايزد. الكلام احنا كل الدبابات الروسي بتاعتنا خلصنا منها من حوالي 10-15 سنة. والنهارده عندنا دبابات برامز. الفرقه دي فرقه جباره، فرقه الرابعه، فعشان كده كان الرئيس بيقدم بيها للناس في مصر اطمنوا عندنا قوه، لو حد قرب هنخش. وبالنسبه للناس اللي بره خلي بالكم، مصر وهم عارفين عندنا كام فرقه مدرعه زي دي، عندنا كام فرقه مشاه ميكانيكي بالحجم اللي انت شفته ده، بس بدل ما دبابه عربيه M3 اللي هي الامريكاني برضو. احنا كل جيشنا في الوقت الحمد لله في الكام سنه اتحول بقى كله امريكاني. طيب اذا كان المنطقه كلها عارفه جيشنا وتعداده واسلحته، احنا ليه بنعمل بقى تفتيش حرب؟ لا احنا بنعمل تفتيش حرب، لا رقم واحد انت ساعات في بتعمل ايه بقى حاجه اسمها الرادع ديترانس. الرادع احنا في تعريفنا كعسكريين يعني استعراض قوه؟ لا حاجتين، رادع بنسميه ايجابي ورادع معنوي. ايجابي يعني ايه؟ فاكر لما احنا 20 ولد مصري اتذبحوا في ليبيا؟ ايه اللي حصل؟ الساعه 5 كان مجلس الامن القومي مجتمع وقرر التدخل عسكريا، ده اسمه رادع ايجابي. وبعدين بالليل كنا داخلين ومخلصين، الصبح الثلاث معسكرات ابيدوت. بعد كده انت شفت واحد اتجرح في ليبيا؟ لا لا، ليه؟ الرادع الايجابي. اللي انت شفته بقى الفرقه الرابعه المدرعه اسمه الرادع ايه؟ المعنوي. بص بعينك شايف مصر عندها ايه؟ وهم هيفتح، ما جبتوش معايا النهارده، افتح البتاع بتاع الاي اس 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 هتشوف مصر عندها كام فرقه، كام فرقه احنا اقوى دوله عربيا وافريقيا في المنطقه. وتركيا عدتنا السنه اللي فاتت عشان خدت الاس 400 من روسيا، لكن السنه دي هنعدي ونبقى اقوى دوله في المنطقه. يعني ايه تفتيش حرب؟ تفتيش حرب القوات اللي انت شفتها ده، يا ريت يجيبوا الصوره بتاعتها كده للناس. تفتيش حرب يا محمد موجود الصوره اهي. ايوه الصوره بتاعت تفتيش الحرب. الصوره دي يا محمد عباره عن الوحده دي، ده على فكره دول قعدوا 4 أشهر يتجهزوا عشان الوقفه اللي انت شفتها دي. الوقفه دي 4 شهور استعداد، 4 أشهر، لان كل دبابه اتفتش عليها، المدفع عشان يشتغل لازم يتوضب مع التلسكوب، اجهزه الرؤيه الليليه، العربيات اللواري، يعني الفرقه دي ولا بتاع مثلا 20,000 لوري عشان تبقى عارف، انت فاكر ده اي كلام؟ 20,000 لوري. ايوه طبعا. ليه؟ عنده كتيبه نقل، وكل سريه كل لواء عنده سريه نقل من 3 سرايا. انت عارف؟ فانت الكتيبه الطبيه بتفتح مستشفى ميداني يومها في كشف في تفتيش الحرب، الدم بتاع البلازما بتاع الخش الحرب، يعني دي جاهزه تخش بكره الصبح حرب. كل وحده فيها سرايا المهندسين، الالغام موجوده ومحطوطه، كل دبابه معاها الذخيره بتاعتها، كل دبابه معاها الوقود متمونه عشان تتحرك تنفذ عمليه، سرايا الاشاره، احنا دلوقتي شفت النهارده هنسمع بعد شويه، قطعوا الانترنت في غزه. عشان كده الله يكرمه السيسي من 2 سنين راح شاري قمر صناعي عسكري، اقطع انترنت، شوش انت شغال في قمر صناعي بتاعك، جيشنا يبقى شغال مع الانترنت على بتاعه مع قمر صناعي مالناش دعوه. ممكن مصر انترنت يتقطع عليها، لكن الاتصالات بتاعتك بتاع القوات المسلحه المؤمنه، كتبت الاشاره اللي بتاعه الفرقه المدرعه دي واقفه مشغله مع القمر الصناعي العسكري بتاعك. انت بتكلمني عن تكنولوجيا معقده جدا. طبعا عشان احنا وصلنا كده النهارده. وهو السيد الرئيس وهو بيختم قال ايه؟ اوصيكم بالعلم
وربنا. العلم اللي النهارده الدنيا بقت كلها متقدمه. النهارده ضابط الاشاره بقى مهندس. ضابط الدفاع الجوي معاه بياخد بكالوريوس هندسه، كان من جامعه اسكندريه السنه دي ميجي القاهره هياخد من جامعه القاهره. فالنهارده التكنولوجيا بقت رهيبه. فالفرقه اللي انت شفتها دي العسكريين بره عارفين قيمتها، انما انت قدمتها وقلت اللي بقى للدول التانية. انا بقول لك حاجه، انا واثق ان يوم هذا العرض العسكري ده قعدت جميع مخابرات الدول المحيطه واللي يهمها مصر قعدت تبص على صوره عشان تكتب تقرير هم امكانياتهم ايه. فعشان كده ده كان ردع معنوي كل واحد، يا انت خلي بالك اوعى تقرب لمصر لان مصر عندها القوه دي. طيب حاجي ليه الغزو اللي بدا منذ اقل من ساعتين وعاوز اعرض على حضرتك حاله من القلق الطبيعي انتابت بعض المصريين واللي عايزين يبداوا ينزلوا يشتروا اكل. لا. رغم احنا عندنا خزين استراتيجي يكفينا قرابه 6 أشهر من كل السلع الاساسيه. نطمن اهالينا ازاي؟ احنا ملناش دعوه بهذا القتال اللي موجود، بل بالعكس احنا وقطر بنسموه كده ميدياتور، احنا بنتوسط مع الجانبين. انا طبعا هم عملوا لنا يعني بلف جامد، لان من 4 ساعات CNN كانت كاتبه ان مصر وقطر بداوا يتفاوضوا مع حماس ومع الاسرائيليين للافراج، وان احنا نعمل هدنه مؤقته 5 ايام، فاسرائيل رفضت، فتم الاتفاق ان تعمل هدنه طويله وايقاف نيران في سبيل ان اسرائيل تفرج عن كل الرعاية والاسرى حماس حماس. ولكن حماس رفضت، قالت انا مستعد اوقف اطلاق النار واديكم الاسرى، بس ادوني ايه؟ الاسرى بتوعنا اللي 6000 اسير فلسطيني في سجون اسرائيل. ده حق مشروع للمقاومة الفلسطينية يا راجل، ما هم جليات يعني جليات واحد اخد قصاده 1000. طب يعني انت النهارده عنده هو 224 ما مش هتاخد في قدامهم 6000. فيعني فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان مصر وسيط، مصر ليست طرف في هذا النزاع، خلي بالكم مالناش دعوه. نمره 2، سياده الرئيس برضو يوم الفرقه الرابعه مدراء قال كلمه ان اللي عنده القوه يجب ان يكون قادر على استخدامها والتفكير في استخدامها. عندنا الرئيس عاقل وفاهم. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا محمد، اكتر حد ما يشجعش العمليه انه يحارب هو العسكري، لان احنا عارفين قيمه الطلقه تساوي كام والخسائر قد ايه والدم قد ايه. ده احنا يا راجل يوم ما كنا 73 في حرب 73، مش هقول لك حاجه سر، مش ما هو سر لاول مره. انت عارف ان احنا فضينا مستشفى الدمرداش بتاعت عين شمس، فضيناه قبلها باسبوع، وقلنا ايه بقى عشان الناس ما تقولش ده حرب، قلنا ان فيها فيروس وملوثه، هنطلع الناس عشان ايه؟ نطهرها. لكن هي كانت فاضيه عشان كنا متوقعين حجم خسائر بالالاف، والحمد لله ربنا يعني كرمنا. فاللي انا عايز اقول الناس اطمنوا، لا احنا ما احناش طرف في القتال، والرئيس فاهم هذا الكلام، ولن نغامر ولن يغامر باي قوه لنا الا لو حد اعتدى علينا. ده اللي انا عايز اقوله. وعندها لا يتم الحسابات الماليه. لا لا لا. الا لو حد قرب لنا لحدودنا او استثماراتنا، قناه السويس، وانا بقول اهو قناه السويس، بحر ابيض، حقول الغاز بتاعتك، لو حد قرب قواتنا جاهز. لكن غير كده احنا ناس دعاة سلام بنبني بلدنا، مش عايزين نخش في حرب. بس الجملة دي ما بتعجبش برضو البعض وبيعترضوا عليها. لا لا، يقول لك مش انت من 48 بتناصر فلسطين؟ انا بناصر وبعدت جيوش والكلام ده. لا هو انا وايام عبد الناصر، هو انا بناصر فلسطين اخش حارب بكرة الصبح؟ لا. الحرب اخش لو انا ارضي اعتدي عليها، انما انا جيش يحدي بس، غير كده لا. ولازم الناس تبقى عارفه كلام، احنا خارج هذا القتال عشان الناس تطمن. طيب عندي خبرين عاجلين. الاول ان اسرائيل بدات استخدام الغاز، غاز الاعصاب، وهي داخله دلوقتي استخدمته ضد اهالينا في غزه. مش الغاز ده محرم دوليا؟ طبعا محرم. هو يا اسرائيل عندها اكبر مشكله اللي هي المشكله اللي هي مترو الانفاق بتاعها. وده اللي عطل الهجوم بتاعها. احنا النهارده اليوم 21. هي من اول يوم كانت او من اول 5 ايام عايزه تخش. اللي عطلها الخندق اللي كان مترو انفاق اللي عاملاه اسرائيل.
اللي عملها حماس. طبعا اللي حصل ايه بقى؟ لا اسف، هو مش مترو، هي انفاق بس هم مسمينه مترو الانفاق. هي بس عشان الساده المشاهدين لو سمحتوا، لو ممكن نجيب الصوره بتاعته. تمام. هو كام كيلو؟ 500 كيلو شبكه مترو انفاق غزه 500 كيلو. لا مش دي، لا مش دي. مش دي، مش دي. جهزوها. شبكه مترو انفاق غزه 500 كيلو. تمام. الشبكة دي بقى هم حفروها بقالهم 12 سنة يا محمد. نعم. هم لفين غزة كلها من بره الحدود. عشان كده انا واثق، ده تحليل انا بقى، انا واثق النهاردة انهم عملوا مع الهجوم هجوم على من الساحل. لان المترو الشبكة اهي اهي، هي دي مترو انفاق. الشبكة دي معمولة حوالين دي انفاق، عاملاها المقاومة، عاملاها المقاومة وجوه اهي، بحيث دي هتبقى اخطر حاجه ليها. الصوره دي يبين لك النفع شكله ايه. معمول اسرائيل مرعوبه من النفع. طبعا، لان دي المشكله. وبعدين هنا دي فاتحه، وهو يمشي جوه النفع، يجي هنا يقوم مطلع الهاون او الصاروخ او اللي هو هيضربه ويخش تاني. فهم مش عارفين المترو ده النفق الفق دي فين. ولف حوالين كل غزه. فدي النهارده دي خريطه لانفاق غزه، لانفاق غزه. طب احسن، عشان كده هم عملوا ايه؟ هاجموا بالليل. هاجموا بالليل ليه؟ طبعا هو ذكاء، تخطيط رائع من وجهه نظر الاسرائيلي، لانه بالليل المقاومه الفلسطينيه استخدام اجهزه الرؤيه الليليه بتاعتها محدوده بالنسبه لاسرائيل. ما عندهاش اسلحه ما عندهاش رؤيه ليليه زي اسرائيل. انما اسرائيل النهارده عنده الدبابات بتشوف مثلا يعني ال 800 1200 متر. انما ما اعتقدش ان حماس عندها اجهزه رؤيه يعني ذات كفاءه عاليه. فعشان كده النهارده هتلاقي انهم هاجموا بالليل عشان يتجنب مترو الانفاق والاستخدام بتاع الاسلحه المضاده زي الكورفيت اللي هو بتاع مين؟ حماس. الحاجه الثانيه، انا واثق، انا لسه ما اعرفش هم هاجموا ازاي، لكن هيهاجموا من الساحل عشان يتجنب مترو الانفاق. هيهاجموا من الساحل، من تمام البحر. يعني من هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا. مشكله كمان الانفاق فيها ايه بقى؟ حاطين كل الاسرى بتوعهم في مترو الانفاق. فالنهارده الانفاق دي وهو بيهجم عنده عليها. لو نشوف الصوره الثانيه، هقول لحضرتك برضو في خبر عاجل، بدا الان ضرب من البحر على غزه. شفت قلناش حاجه؟ حالا قوارب بحريه. الصوره الثانيه بقى بتقول لنا القنابل الزلزاليه. القنابل الزلزاليه دي، طيب تعالوا هيعرضوا بس صوره للقصف من البحر، البحر المتوسط. اسرائيل بتستخدم قواربها اهي، يعني تمام. هم كده قاطعين كهرباء، ميه، انترنت، وطبعا وانترنت وكهرباء وحصار كامل شامل. يعني انت امام اباده جماعيه فعلا. يعني بص يا محمد، هي حرب اباده يا دكتور. هقول لك ليه بقى. ليه؟ ما انا عايز اخد منك التصريح. القتال في المدن هو أسوأ قتال للقوات النظامية. هاجم في الصحراء، يا سلام، براحتك أي حتة. إنما المدن ما أقدرش، لأن كل بيت وراء أر بي جي يدمر الدنيا. صح. خلاص، ليه إحنا هنروح بعيد ليه؟ 24 أكتوبر في السويس. إسرائيل بجراد قادرة جت تدخل اتدمرت دباباتها في حي الأربعين، واقفة لحد النهاردة. فعشان تدخل مدن عندنا في الجيش بقى، عشان تستولي على مدينة الارض المحروقة، اعرق كل حاجة، دمر كل حاجة. وده اللي عملته الفترة اللي فاتت. هي دمرت شمال غزة. شمال غزة. هتقولنا بقى لو في خريطة اللي عندنا. هتقولنا خريطة، الخريطة بتاعت شمال غزة. تمام. قطعوا ايضا الاتصالات عن الهلال الاحمر الفلسطيني. كله هو بيقطع الاتصالات كله. بيقطع الانترنت عشان الفلسطيني ما يحركش القوات بتاعه، ما يدخلهاش ويقول له الاحتياطي خش كده، العدو اخترق الاسرائيلي من هنا، اذا حرك الاحتياطي. ما فيش الكلام ده كله. فهو كان طبعا قرار بالنسبه الاسرائيلي صح، انه بيضرب طبعا زي ما قلت، انه بيدمر البلد بالكامل، الارض المحروقه، يدخل ما فيش بيت واقف. فطبعا في عيال، في ستات، في بنات. طب دكتور سمير، ليه الصمت الدولي؟ يعني عندك دول زي الصين مثلا، يعني اختفت.
السياسة احنا بندرس احنا بندرس السياسة لعبة المصالح. الصين شرخة، الصين لو فضلت كده 2030 هتعدي امريكا اقتصاديا، تتكعبل في حرب. وعشان مين؟ عشان ما ولا حد. روسيا عندها البلوى بتاعتها التانية يعني، ولا حتى وهيقول يعني ما فيش. هو اقصى حاجة في روسيا بس استخدمت الفيتو، الفيتو غير كده ولا هيعمل حاجة. ولا النهاردة حماس راحت تزور موسكو وفد عسكري قلبوا الدنيا. ازاي تروح موسكو وموسكو تاخد منظمة ارهابية؟ وبرضو روسيا عندها بلوى تانية، عندها اوكرانيا وعايزة تخلص وتعبانة، مش مردو ما هيش سهلة. فالنهاردة السياسة لازم نعرفك، السياسة لعبة المصالح، مصلحتك فين اتحرك عليها. طيب اتعودنا على مدار الصراع ال 75 سنة كان الغرب وامريكا بيستخدموا لغة مدهنة معنا كعرب، اللي هو هنسوي وحل الدولتين ويدعموا اسرائيل. لكن النهاردة بقى التأييد السافر المباشر بايدن في اسرائيل، كل رؤساء الدول الغربية بيدعموا اسرائيل زي ما بنقول بتعبيرنا وش كده على طول، وش مكشوف. لان انت برضو الضربة اللي عملتها حماس في الكام يوم الاولين كانت مميتة. الجيش الاسرائيلي اللي لا يقهر ولا حاجة، المخابرات الإسرائيلية، الموساد اللي هي السي اي اي، الأمان اللي هي الحربية، كل دول ولا حاجة. يا محمد الحرب اللي عملتها المقاومة الفلسطينية وحماس دي قعدت 3 أشهر تتدربوا عليها، انتوا ما تعرفوش حاجة عنها؟ في المخابرات انتوا فين؟ ولا حاجة. والمخابرات ايش يقول لك؟ احنا أحسن مخابرات في العالم. ده الشيخ ياسين لما جينا قتلناه حط، انت عارف هو كان قعيد الله يرحمه، حطه في الكرسي بتاعه اللي بيتحرك، جابه بودره ولا لا شيبسي حته كده بتاع بتحط. الصاروخ ضرب من الطياره، دخل من الشباك البلكونه ضرب بتاع. فكانوا بيتابعوا بكده. ولكن هي مشكله اسرائيل ايه الفتره اللي فاتت؟ خدت صفحه عده احداث. واحد، اولا الغرور ان احنا احسن جيش واحنا، وطبعا جت نمره 2 ده اتدمر كده. ده طبعا طبعا. والجيش نفسه حتى لو اسرائيل اجتاحت غزه هي مش هتجتاح غير يا دوبك جزء صغير. وانا هوريك دلوقتي العالم هيبدا واقف اطلاق النار وتنتهي العمليه. هي عايزه نتنياهو عايز يحسن صورته امام الشعب. طبعا. ونتنياهو خلاص انتهى، نتنياهو انتهى سياسيا وهيتحب وهيتسجن لانه عنده 3 قضايا عنده. ولذلك هو قعد الفترة اللي فاتت عايز يغير قانون القضاء في اسرائيل عشان يدي الكنيسة حق ان يلغي قرار المحكمة العليا. قامت مظاهرات انت عارف ومعرفش. فالنهاردة بعد الحرب دي هيخرج زي ما حصل مع جولدا مير في حرب 73، خرجت هي ومش هدايا لجنة اجرانات. لجنة اجرانات. فالنهاردة بعد ما كده هيخرج، هتلاقي تاني يوم داخل المحكمة يتحكم عليه خلاص انتهى. رئيس الاستخبارات ده وراء الثلاثة. الثلاثة هيمشي ده يعني زي ما حصل مع اسرائيل في 73. فالنهاردة يعني الضربة اللي خدتها اسرائيل كانت كبيرة، فكان لازم امريكا تقف معه. خد بالك النهاردة جو بايدن داخل انتخابات السنة الجاية، واللوبي اليهودي لو ما وقفش معاه دي تبقى مصيبة. بس احنا عندنا ميزة، افتكر دي كويس. الحرب دي هتقف اسبوع 10 ايام وهتنتهي لو خدوا جزء. خدوا جزء من سين، لان اسرائيل لا تستطيع عسكريا اطاله الامد. ما تقدرش، هتخسر خسائر كبيره اقتصاديه. لا خسائر بشريه الاول، اهم الاقتصاديه. ما اديته اديله 13 مليار دولار الاسبوع اللي فات هيشد اقتصادي، لكن خسائر بشريه. كل الاسرى الموجودين لو اتقتلوا هيروحوا، ما هم في الانفاق موجوده. انت فاهم؟ فبالتالي هيروحوا. زائد الاجانب برضو هيروحوا. فدي هتبقى مشكلة. فهتلاقي الفترة اللي جاية يعني اسبوع 10 ايام اوقف خلاص. انت خدت ده. هنا ميزة بقى، لو العرب دول استغلوها. دايما اسرائيل او المشكلة الفلسطينية مشكلة الفلوس الضايعة. انت فاكر السادات لما قعدوا مع الترابيزه في مين هاوس وحط العلم الفلسطيني وقال لهم هتاخدوا حكم ذاتي في الضفه؟ النهارده مش عارفينه، مش عارفين ناخده، والضفه ضاعت مننا دلوقتي. انت كمان 5 6 سنين مش هتلاقي الضفه، ده كل 14 مستوطنه لما هتضيع. فهي هتبقى فرصتنا ايه؟ جو بايدن بيؤمن
بحل القضية على حل مستوى الدولتين اللي قالها سيادة الرئيس السيسي. سيادة الرئيس السيسي كان واضح وقال احنا عاوزين نحل القضية الفلسطينية في إطار الدولة، دولة إسرائيلية يهودية في إسرائيل ودولة فلسطينية الضفة والقطاع حدود قبل 67 4 يونيو وعاصمتها القدس. الوحيد اللي بيأيد كده عندنا مين؟ جو بايدن. دلوقتي ترامب ما كانش عايز كده. ترامب اكتر واحد طبعا كان بيحبنا وقف معانا، لكن اكتر واحد ضيع القضيه الفلسطينيه ترامب. احنا يا راجل بقالنا 20 سنه كل رئيس امريكي يطلع في الانتخابات انا هنقل السفاره للقدس، ولا حد عمل الا مين؟ ترامب. ترامب نفذها. ترامب جاء لك ما فيش دولتين، دوله واحده اللي هي صفة القرن، دولة واحدة يهودية يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي. فاحنا فرصتنا النهاردة ان جو بايدن موجود ولسه له سنة وشوية عقبال لو فشل في الانتخابات تمام نحل حل الدولتين، يحل الدولتين. فدي فرصة لنا مع حكومة اسرائيلية جديدة مع ده طبعا. وهو طبعا جو بايدن امريكا هي اللي ماسكة المفتاح على رأي السادات الله يرحمه. الحل 99% قالك في الحل امريكا. فالنهارده لو احنا قدرنا طبعا دي نظره مستقبليه قدرنا بعد ما يوقف اطلاق النار نقعد، والنهارده في يعني النهارده ماكرون عايز يعمل مؤتمر سلام بعد 3 اشهر في الشرق الاوسط، يقدر ان هو يجمع الناس دي كلها مؤتمر سلام دولي ونصل الى حل للقضيه الفلسطينيه. فعشان كده احنا بنقول ان شاء الله لازم نستغل، يعني انا كنت بتكلم مع حد من الاخوان نستغل اللي حصل، يعني زي ما احنا في 73 كانت القضيه نستغل نايمة. نعمل ايه؟ نستعد بقى ان من دلوقتي نبدا نتكلم على مؤتمر سلام وحل زي ما السيد الرئيس قال. السيد الرئيس السيسي قال ايه؟ يا جماعه هنفضل كده الى ابد الابدين، عايزين نحل خلاص قضيه الفرص الضائعه اسرائيل لا فلسطين. قضيه راحت سنه يعني 73 بعد ما عدى في مينا هاوس والايام دي، فالايام دي فرصتنا الاخيره. النهارده الضفه بتضيع وغزه بيرسموا عليها، اذا فرصه. وجو بايدن الامريكاني مؤمن، والنهارده في تعاطف عالمي. يعني ماكرون لما جاينا انت عارف طبعا بيهاجم كتير في بلده، لانه لما جه هنا فطبعا اللي حصل بقى ايه؟ ان كان اما راح اسرائيل في الاول قال كل حاجات كانت ضدنا، جه عند سيادة الرئيس السيسي وانت عارف ان في يعني سيمباسي بينهم فغير كل افكاره. ولكن والنهارده هو في اليونان وقال لازم نوقف اطلاق النار ولازم نفكر في حل القضيه. فاعتقد فرصتنا الفتره اللي جايه يا محمد ان بعد ما تنتهي وقف اطلاق النار باي نهاياته اللي هتبقى للاسف سيئه من الناحيه البشريه والناحيه الانسانيه، انت مش هتلاقي بيت في غزه، انت مش هتلاقي بنية اساسية، مش هتلاقي شبكة مية ولا شبكة كهرباء. الاتنين مليون واتنين من عشرة دول فلسطيني في غزة حياتهم انتهت وضاعت. ولكن هنعمل بقى مشروع مارشال الفترة اللي جاية، هنعمل بقى بنا لهم. لازم نحل القضية الفلسطينية على هذا المستوى. دعني اسألك سؤال مباشر، هل يكفي ان مصر تقول على لسان رئيسها اكثر من 6 مرات لا تصفية للقضية الفلسطينية إلا على أساس الدولتين وفي كل الأحوال لا تصفية على حساب الأراضي المصرية، ونتصور أن الغرب وإسرائيل وأمريكا هيأيدوا رفضك؟ لا ما انت بس ما انت شوف الاول بقى يعني ست رئيس وقف وقفه ما هو ايه هايله. لا وبعدين بس انت امام عدو متغطرس، امام قوه سفيره امريكيه. هي النهارده اسرائيل كان لازم تعمل الكلام ده ونتنياهو لاراء اكتمال الوجه كان لازم يعمل الهجوم ده عشان يقول انا استوليت وضربت وعملت. لكن بعد ما يقعد العالم عايز يحل، احنا اولا نجحنا السنه، بس نجحنا برضو في ايه؟ قلنا ما فيش حد ياخد شبر من ارض مصر وما حصلش، ما حدش خد حاجه. هذا يكفي لا انت عندك ضغوط دوليه. لا لا ده بالنسبه لنا في البدايه. بعد ما قلت لك هنقف، العالم عايز يحل يا محمد، العالم مش عايز برضه في مشاكل. انا النهارده بكره ممكن تحصل بلوى احنا مش حاسين بيها، اللي هي لو حزب الله دخل. حزب الله بقاله 12 سنه ما ضربش طلقه. لو دخل بكره الذخيره اللي عنده تبهدل اسرائيل. وخليك فاكر انا بقول ايه، حزب الله بكره لو دخل اسرائيل هتتبهدل. نمره 2 هتخش مين؟ امريكا.
اذا ايران مش هتسيبه. ايران ماسكة ايه طبعا مضيق هرمز، مضيق هرمز وهتبقى داخلة باب المندب تبعها الحسين. فالدنيا وحشة. انا نفسي تطلعوا الخريطة بتاعت اللي احنا طلعناها بتاعت القواعد الامريكية في المنطقة. هنطلعها، دعنا نلتقط الانفاس قليلا احنا والسادة المشاهدين، نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل حلقتنا لا تزال متواصلة مع المفكر الاستراتيجي الصديق العزيز دكتور سمير فرج اللي بيمتعنا دائما بتحليلات ويتسم بمنتهى الصراحة، وانا في الحلقة دي عايز اطرح كل اسئلة حضراتكم عليه. نطلع فاصل. حول سقوط صاروخ على طابة صباح اليوم جاءنا هذا الخبر العاجل. في إطار متابعة نتائج التحقيقات بواسطة الجهات المعنية في حادث سقوط طائرة موجهة بدون طيار في طابة، وكذلك سقوط جسم غريب بمنطقة غير مأهولة في نويبع، أفادت اللجنة المختصة بأن عدد 2 طائرة مسيرة قادمة من الجنوب إلى الشمال زي ما حضرتك قلت، وقام الطيران الإسرائيلي باستهداف إحداهما باستخدام صاروخ خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، مما أدى إلى سقوط الحطام بمنطقة غير مأهولة في نويبع دون وقوع أي خسائر، وجاري استكمال أعمال اللجنة مع قيام القوات الجوية والدفاع الجوي بتكثيف اعمال تامين المجال الجوي. طيب. عايزين نعلق حته حته. نعلق حته حته. حضرتك قلت في بدايه الحلقه ان الصاروخ ده جاي من الجنوب. قبل ما نعرف الكلام ده كان تحليلي. وقلت استبعد اسرائيل حتى لا تفتح جبهه جديده. خالص. طيب برضو عايزين نطمن الناس في مصر. احنا بنشتغل ازاي؟ احنا عندنا في القوات المسلحه حاجه اسمها هيئه الاتصال. هيئه الاتصال دي اتعملت بعد عملنا اتفاقيه السلام. ودي تبع إدارة المخابرات، ودي مهمتها إنها بتتصل مع الجهات اللي على الجوار عشان لمنع أي مشاكل تحصل بيننا وبينهم. طبعا مش إحنا بس، يعني أمريكا وروسيا تحصل اللي بينهم يحصل، لكن عندهم الهوت لاين موجود.
اي مشكله الهوت لاين بين الدولتين ارفع السماعه، خط ساخن بين البيت الابيض والكرملين. واحنا عندنا دي هيئه الاتصال، فعشان كده احنا عندنا هيئه اتصال بين مصر واسرائيل خط ساخن فانا واثق الصبح ان اول ما حصل ده اخواننا الصاروخ وقع علينا، راحت هيئه الاتصال بتاعتنا مع الجانب الاسرائيلي. بس انا يعني بحلل، بس انا متاكد ده حصل. والامريكان السينكوم اللي هي القياده المركزيه الامريكيه بقى ليها قياده دلوقتي فرع في اسرائيل، وهي معنا بتتصل في اتصال. دول راحوا النهارده قعدوا شافوا الرادارات، شافوا خطوط السير، وفي الاخر زي ما قالوا طلعت. وزي ما قلت لك انا كنت متاكد ان هذه الطياره جايه، المسيره جايه من الحوثيين وجايه تضرب ايلات، تمام؟ وعشان كده طلعت الطياره الاسرائيليه ضربتها في الجو، فالشظايا وقعت فين؟ عندنا، والثانيه وقعت عندنا، انت فاهم؟ فعشان ده نبقى الناس عارفه. وعشان كده قلت لك احنا مش قلقانين، لان احنا لسنا في خصومه مع اسرائيل ولا خصومه مع اي حد تاني، وهذه الطياره كانت جايه لصالح ايلات. وانا قلت الخبر ده في الاول او التحليل قبل ما يحصل العمل ده، فعشان كده قلت لازم الناس تطمن احنا مش هنخش حرب. مصر مش في اتجاهات، احنا دولة سلام، ولكن لو حد قرب القوة موجودة اللي احنا شفناها. يعني ايه وجاري استكمال اعمال اللجنة مع قيام القوات الجوية والدفاع الجوي بتكثيف اعمال تأمين المجال الجوي؟ لان النهاردة بقى اصبح المجال الجوي بتاعك صحيح اسرائيل المعرضة، لكن ممكن تدخل من عندك باي وقت تاني. فالنهاردة اي حاجة هتخش، وبيبقى في تنسيق دائما بيننا وبين اسرائيل وبين امريكا، لان زي ما قلنا من شوية ان امريكا خدت العهدة لمين؟ ثابت لاسرائيل انها تبقى مسؤولة عن غزة والضفة الغربية، انما ايران وتوابعها امريكا اللي هتتولاها ده من غير واحنا عارفين. البيت الابيض بيعلن لن نعلق على العمليات العسكريه الاسرائيليه الراهنه، والامر متروك للجيش الاسرائيلي. ده قرار طبعا، ده قرار. بس خد بالك ان قبل ما اسرائيل تقوم بالكلام ده كانت امريكا عارفه وخدت جرين لايت. ليه؟ من حوالي اسبوع جو بايدن برضو مش عايز الموضوع يفرط منه، فرح هو طبعا في القوات الامريكيه راحت، الاثنين حامل الطائرات والمجموعه المدمرات وقوات دلتا فورس اللي هي اعلى قوه في امريكا. دلتا فورس بعتوا 2000 واحد، حتى الناس قاعده تتريق المصريين ايه يعملوا ايه، لا دلتا فورس 2000 دول 100% خلاص. وراح بعت مجموعه مستشارين من البنتاغون يقعدوا مع وزارة الدفاع الإسرائيلي ورئاسة الأركان لتجهيز للغزو البري. نقول مستشارين، لا اطلع دلوقتي، لا استنى شوية، جبت المعلومات دي ولا ما جبتهاش، انت فاهم؟ فبالتالي تبقى انت عارف ايه اللي بيحصل. فهي فرصة ان جو بايدن عينيه جوه رئاسة الأركان الإسرائيلية وبتخطط. نمرة اتنين مش عايزهم يندفع، لان لو اندفع مين اللي بيدفع الفاتورة في الاخر؟ امريكا خلاص، تمام. فعشان كده انا عايز ابص على الخريطه بتاعت قبل بس ما تبص. طيب. واحد، هي امريكا لا تخشى على مصالحها وسفاراتها في جميع انحاء العالم؟ لا بقى بتخشى من غضب عالمي؟ بتخشى طبعا. لا ده مش الغضب، على التدخل كمان. لان زي ما انت سالت في الاستراحه، هي ايران ممكن تعمل ايه؟ ايران لو دخلت هتبهدل الدنيا، هتبهدل مصالح امريكا في الخليج. هو احنا ناسيين ان من سنتين مش ايران درجه ارامكو بتاعت البترول في السعودية؟ نسينا ولا ايه؟ لا، وامريكا ما عندش حاجة. فالنهاردة امريكا بتتحرك بحساب، لان الموضوع ممكن يشتعل في المنطقة خلاص. بعيدة عن المنطقة، سفارتها في العالم لا العالم مش مشكلة يا محمد، المشكلة في المنطقة في هنا. المنطقة طبعا. امبارح واوله العراق عملوا ايه؟ ضربوا القوات الامريكيه ومات فيها. عشان كده الصبح النهارده الطيارات F-16 الامريكيه ضربت المواقع في العراق وسوريا ردا على الكلام. فالنهارده ممكن يتطور اعمال القتال للفتره اللي جايه. طيب، بيان رسمي اسرائيلي ان الطائره بدون طيار والصاروخ اللي جه على مصر جاي من عند الحوثيين في اليمن، حددوا الاسم والمكان. انا عارف ان حضرتك قلت ده بس ده البيان. لحظه بس، الحوثيين يعني ايران؟ هي ايران كده عايزه تدخل الحرب؟ طب ما احنا بقى نشوف الخريطه بقى.
نشوف الخريطة الأولانية بتاعت لبنان وقطاع غزة عشان نمشي مع الناس حاجة. بص يا محمد ادي لبنان اللي فيها حزب الله وادي اسرائيل. النهاردة اسرائيل عندها قطاع غزة اللي هتتولى هي والضفة الغربية. الضفة الغربية برضو دي قنبلة موقوتة انت فاهم، لان هنا كل الفلسطينيين قاعدين بكرة الصبح مش هيسكتوا. فهي النهاردة امريكا قالت يا اسرائيل انت عندك الاثنين دول، قطاع غزة وفلسطين. نيجي بقى للبلوى اللي فوق، هاتوا الخريطة التانية. الخريطة التانية بتقول لنا ايه؟ ايران. ايران بقى هتخش ولا لا؟ هنا لو دخل هتبقى في مشكله. ليه؟ اول حاجه ايران لها الاذرع بتاعتها الاربعه في المنطقه، نحددهم يبقى حزب الله في يبقى لبنان. الخريطه اللي جايه عشان الناس تشوف، انا بحب صوت وصوره. ماشي يلا يا شباب. الخريطه اللي جايه اذرع ايران الاربعه العسكريه العسكريه في المنطقه. اول حد اهي حزب الله في لبنان، ودي اقواهم. خلي بالك لو حزب الله تدخلت بكره كارثه، لان دول كارثه على اسرائيل، على اسرائيل طبعا. لان دول بقالهم 12 سنه حجم الصواريخ والاسلحه اللي عندهم، وبعدين بص دي قريبه لاسرائيل، يعني هتبقى مشكله. تاني قوه من حزب من الاذرع الرئيسيه سوريا، فيها حزب الله في سوريا. تالت قوه اللي هي حزب الله والحشد في العراق اللي هم ضربوا امبارح القواعد الامريكيه عندهم. رابع عنصر اللي هي اليمن، الحوثيين اللي هم النهارده راحوا مطلعين الاثنين مسيرين ناحيه ايلات. طب هي بتعمل كده ليه؟ زي ما انت قلت من شويه، هي عايزه تخش ايران؟ لا، هي عايزه تفتح جبهات لاسرائيل. النهارده اسرائيل عندها الجبهتين اللي فوق. الله، ده انت كمان فتحت الجبهه اللي فين؟ اللي في اليمن. ده ممكن بكرة اليمن تقوم قافلة باب المندب لاسرائيل زي ما احنا عملنا في 73. واسرائيل هل عندها طيارات توصل تضرب وترجع؟ كل دي مشاكل. تعالى بقى الجزء الرئيسي، لو كانت ايران، ايران لو دخلت مشكلة عندها. اولا انا نفسي كنت اجيب الصواريخ، مدى الصواريخ البلاستية بتاعت ايران واصلة لحد اليونان، كل المنطقة. اذا السعودية طبعا مش قصدي السعودية كسعودية، المصالح الامريكية في السعودية. نخش على الخريطة اللي جاية عشان تقول لنا ان كل القواعد الامريكية في المنطقة دي كلها في مرمى الصواريخ الايرانية. هل امريكا جاهزة للكلام ده؟ هل امريكا جاهزة انها تصد هنا وهنا؟ وعندك في عمان مفيش اي جيش في العالم حتى لو قوة بالظبط. فعشان كده الموضوع، وزي السيد الرئيس قال في كل مرة، لا نريد ان تتحول الى حرب اقليمية في المنطقة، لكن في وسط الزحمة خلي بالكم احنا برا الموضوع، عشان مش الناس تقلق، احنا برا، احنا ملناش دعوة بالعلاقة، عشان كل واحد نضع. انت اللي برا بس في برا لا عايز يجرك، عايز يجر. ما هو بقى دي بقى الرئاسة. الست رئيس بسم الله ما شاء الله، بسم الله والله لا بقول كده عشان حدود الانتخابات، لكن هو ده قدر مصر انه العقلانية. وهو قال حتى كان بيدي الرسالة دي لمين؟ لإيران. يا إيران عندك القوة بس يعني تريسي وادريسي بالعقل استخدام القوة. لكن انا بس عايز اطمن الناس، النهاردة الناس شايفة الدنيا مولعة، ورغم ذلك احنا برا الموضوع. لكن لو حد قرب مش هنسكت، لكن بالمنظر ده محدش هيجينا وحد يقرب لنا. انما الموضوع ده انت شايف كل القواعد دي يا محمد، كل القواعد دي هتتضرب. ولان ايام ما هو قبل ما يحصل الموضوع ده بشهر كان مين العدو الرئيسي لاسرائيل؟ ايران. وثابتنا بقى لا العرب ولا مصريين، ثابتنا خالص. وكان كله ده واشتغل عليهم جامد، ده دخلت عملت عمليات تخريب في المفاعلات النووية وقتلت ناس من كان كل ده عليهم. فالنهارده لو وبعدين كانت النووي والصواريخ الفلسطينية، صواريخهم واصلة لحد اليونان، فكل المنطقة دي مضروبة. فالنهارده وعنده صواريخ خبر، عنده كمية كبيرة. وبعدين خد بالك امريكا هل مستعده؟ انت فاهم؟ لو امريكا مستعده دخلت تاني. عشان كده كانت مأخره امريكا الفتره اللي فاتت، واخروا الاجتياح عشان تجيب قوات وتيجي حملات الطائرات. وبعدين منطقه الخليج عايزه الاسطول السابع،
كل ده كان تجهيز للحرب. عشان كده ايران لو دخلت بكرة مشكلة كبيرة قوي. هل العالم يتحمل حرب اقليمية خاصة في منطقة لا طبعاً لا. زي الخليج او الشرق الاوسط؟ انت تلت النفط في العالم طلع منين؟ منطقة الخليج. وبعدين ايران ماسكة ايه؟ مضيق هرمز وماسكة البتاع دوت عندنا فباب المندب. يعني انت واخد مضيق هرمز وباب المندب الاثنين دول مع ايران ماسك التلت بتاع الوقود اللي هنا اللي منهم 10% بيطلع على اليابان فوق والصين والكلام ده و20 بيخش الاوروبا. كل ده هيشتعل انت حتى النقل هيشتعل. اسعار البترول ناقص تاني بعد اوكرانيا. طب تعال نفكر تفكير روسي. انا عليا ضغط اوروبا الغربيه اوروبا قصدي وامريكا بتدعم اوكرانيا عايز اخفف الضغط عني مش اقدر انزل كده لمنطقه دي بتاعت غزه ده روسيا أه؟ لا 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 روسيا النهارده هي مرتاحه قوي مبسوطه. سليزينكي ده كان بيطلع كل يوم بيتكلم في التلفزيون انت شفته في الشارع ما شفناهوش خلاص اتنسى خلاص. وروسيا قاعده مرستقه وضبت دفاعاتها في الاربع مقاطعات اللي خدتها واخده 20% من الارض الاوكرانيه بتزيد الدفاعات. واحنا اصلا التكتيك بتاعنا هو التكتيك الروسي. انا عارف النهارده يعني كمان شهر كمان ولا قنبله ذريه تشيل روسيا لانها عملت خطوط موقع اول وثاني وثالث وموقع تحويلي وحقول الغام واحتياطيات مش هتطلع خلاص. روسيا فرحانه انك مشغول عنهم وهو بيحتم وضع على الارض. اذا النهارده روسيا ما تدخلش. مين المبسوط كمان عالميا؟ الصين. الصين طبعا طبعا الصين ماشيه في جو تاني. الصين يا محمد بقول لك اهو حاولت امريكا تكعبلها الفتره اللي فاتت كذا في كذا مره ولا مش شايفاها. هي عندها قوه اقتصاديه عندها الحزام والطريق بتعمله وماشي. من 24 سنه الجايه 2024 هتبدا تشغله. لو مشيت بالمنظر ده افتكر امش هبقى موجود 2030 هتبقى اكبر قوه اقتصاديه في العالم يا باشا. ماشي فاتك ان شاء الله معانا ان شاء الله. بس دلوقتي امريكا رغم دعمها لاوكرانيا ما بعتتش جنود امريكان يحاربوا لا مع اوكرانيا لا ما تحاربش طبعا ليه مع اسرائيل بعتت؟ لا يا بعتت للنهارده لان اوكرانيا وروسيا محدودين. النهارده بقول لك في بلوى لو حصل اللي هي حزب الله حزب الله عنده بلوى بالنسبه لامريكا واسرائيل. امريكا واسرائيل مالناش دعوه عشان بس انا كل شويه بقول للناس اهدوا احنا بره الموضوع مالناش دعوه. اصل الحدود في الحدود لا بس احنا بعيد احنا تمام. بص 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 انت بعيد بس هم مش بعيد. انا عارف انا عايز افهمك حاجة. انت متريس حكيم بس الطرف الاخر مش حكيم. ما هو برضه مش عايز يدخل بلوى جديده وهو كفايه البلاوي اللي عنده. بص يا محمد اي دوله في العالم عندها ملفين في ملف الداخلي والملف الخارجي. الداخلي اللي هو ايه بقى؟ الاستثمار والتعليم والصحه ويعني الكلام ده كله خلاص. ده مصر الملف ده ممكن نختلف فيه في مصر. انت ليه مش عارف ايه ليه ما عملتش ده لا. الملف السياسه الخارجيه بتاع مصر ما فيهوش غلطه صدقني والله والله ما بجامل. انا كان ممكن اقول ما فيهوش احنا ماشيين صح بالورقه والقلم والشوكه والسكينه مش طالعين بره. النهارده انت عندك يعني تفاهم كامل مع امريكا. امريكا حاطه لك اعتبار 100% وانت حتى في المنطقه. هو النهارده مين اللي بيتفاوض مع يعني حماس ومع اسرائيل؟ مصر. مين اللي خرج الاثنين الستات بتوع اسرائيل اول امبارح؟ هي مصر وقطر. فانت ليك وضعك سياسي في المنطقه، ليك وضع ممتاز مع روسيا، وضع ممتاز مع الصين، ورغم ده كله يعني رغم الخناقه مع ده وده انت النهارده ليك وضع متميز في على القوى العالميه كلها. المانيا ماكرون العلاقه هايله يعني بقولك. فانت الملف السياسة الخارجية المصري بيدار 10 من 10. عشان كده ما نقلقش ان احنا وضعنا كويس والناس مش عايزة تخسرنا حاليا. طبعا محدش عايز ان احنا نكبر. انت عارف انا كان ليا مقالة كتبتها من مدة اللي هو حمام السباحة وانا بدرس في انجلترا. فجانا لورد كلينتون بيدينا محاضرة مش هقول التفاصيل بتاعتها. المهم خلص المحاضرة بيتكلم عن الشرق الاوسط وده كان بيسموه شيطان امم متحدة كان مندوب اللي هو عمل القرار 242. فانا اما خلصت رفعت ايدي سؤال
سالته طبعا بتقف تقول له ميجر فراغ فروم ايجيبت، قال لي ايوه. هو انت من مصر؟ قلت له ايوه. قال لي على فكره مصر دي اقوى دوله في المنطقه، بس المشكله اللي حواليكوا واللي حوالين اللي حواليكوا حاطينكوا في بول حمام السباحه، الميه هنا لا عايزين تزودوها فتغرق الميه ولا الميه تنزل وتبقوا اقوياء. الكلام ده بقاله 30 40 سنه تسمع تلاقي بيحصل النهارده. محدش عايزنا لا نموت، مصر لازم تقوى في المنطقه، هي اساس قلب المنطقه، ولا نقوى، محدش عايزك كده. فعشان كده انت ماشي في السياسه الخارجيه بتحاول انك انت تعمل التزام مع الجميع. النهارده روسيا عامله لك المنطقه الاستثماريه في قناه السويس، عامله لك، والصين معاك فانت ازاي تحافظ دول الخليج ودول الخليج مع 6 مليار دولار كل فالحمد لله. انت انا بقول الكلام ده ليه؟ انا ما عايز اطمن الناس، مش عايز، لان النهارده انا فوجئت من حق الناس تقلق، لان الناس ما تفهمش في العسكريه والاستراتيجيه. فانا عايز بيشوف ضرب على الحدود. لا وبعدين يعني الناس تقول لك الله، هو ده اتعمل علينا النهارده عشان الرئيس السيسي عمل الفرقه الرابعه المدراء اول امبارح في الدرد. ما هو ده مخ الناس قاعد، ومن حقهم يسالوا. انا ناس كتير النهارده وناس كبار في مصر، سمير لا احنا الحمد لله تمام، بلدنا كويسه، بلدنا مستقره، الرئيس عارف ان اي حاجه ممكن تجرجرنا الى مشاكل اقتصاديه اكتر، ولكن لو حد قرب لنا يا محمد احنا قادرين ان احنا نرد وندافع عن حدودنا وندافع عن النهارده. لو الحسين دول قفلوا باب المندب بكره على اسرائيل مشكله. طب لو قفلوه خالص، بقول لك تلت التجاره العالميه بيعدي باب المندب. طيب خد الخبر ده، المتحدث باسم البنتاجون: تم ضرب الحرس الثوري في سوريا كرساله لايران. هو بص، اسرائيل بقالها الناس اللي بتتابع اسرائيل بقالها حوالي سنه بتضرب سوريا والحرس الثوري الايراني في سوريا، لكن هل قربت اسمه ايه دوت لحزب الله؟ لا حزب الله شراره، انا بقول اهو دلوقتي شراره لا تتحملها اسرائيل. بالظبط. بس برضه ضرب الحرس الثوري في سوريا رساله لايران. رساله لايران، ايران النهارده هتقعد هتفكر هتعمل ايه. وحسن نصر الله، انا صعبان عليا، اصل انت عارف حسن نصر الله ده كل يوم بيتكلم. من حوالي سنه لما اسرائيل دخلت البلوك خدت البلوك رقم 9 في لبنان، كان نفسي يبقى معايا الخريطه، معلش. البحر المتوسط لبنان كده، البلوك رقم 9 في المياه الاقتصاديه اللبنانيه، دخلت اسرائيل خدته. تمام. حسن نصر الله قال لك لا لن نقبل، وده هنعمل، ويومها انا سامع بودني مش حدش قال لي طلع طياره مسيره فوق الحقل دوت، فاسرائيل ضربتها. فهو قال انا كانت فاضيه بس كنا بنوري اسرائيل ان انا خدت اسرائيل خدت البتاع ده حقول الغزه كلها. وبعدين ايه النهارده بعد ما اسرائيل خدت هذا الحقل تمام كريش من لبنان، انت فاهم، اسرائيل النهارده لبنان بيتعاقد مع مصر بخمس سنين نديله غاز وهو حقل. عشان كده يعني حزب الله بياخد امره من مين؟ من ايران. واذا برضه على فكره برضه انا عايز اقول حاجه، اللي حصل الفترة اللي فاتت ده صدقني يا محمد مش مجاملة ولا حاجة، خلت الناس تحس انك لازم يبقى عندك جيش قوي. والله يا محمد بتكلم، كان البعض يعني جبت الرافال المسترال وجبت المسترال ليه؟ لا النهارده كله عارف انك طول ما عندك جيش قوي بيحميك ويحمي. ما كناش نقعد قلقانين النهارده، عارف لو ما كانش عندنا الجيش ده النهارده انا كنت قاعد قلقان على اولادي واحفادي، لكن النهارده انت عندك جيش قوي. وبعدين برضو ما حدش بقى يقول ان انا يعني بقول كده للسيد الرئيس السيسي، الرئيس السيسي عمل حاجه كويسه جدا، تنويع مصادر السلاح، ده كان حلم لنا يا محمد زمان، كنا دايما امريكان ليه؟ انت بتاخد المعونه فبقى ما تحمل الشعب بتاعك على ان احنا يشتري من حاجه تانية. يعني انا بحب الرئيس مبارك، ولكن الرئيس مبارك ما عرفش يعمل الكلام ده. طب انا عايز اسال سؤال، لما حضرتك بتقول لي احنا في السبع ثمان سنين اللي فاتوا حدثنا جيشنا وعملنا وعملنا، يعني سؤالي كمواطن، امال الجيش كان بيعمل ايه في الاربعين سنه اللي قبليها؟ لا ما انت حدثته، لا انت حدثته بالسلاح الامريكاني. بس بتيجي فتره بقى لا انت فاهم كفايه كده، لان لو انت دخلت طب النهارده اللي الفرقه الرابعه دي
كلها الام 1 اي 1 احدث دبابه في العالم في امريكا. طب لو دخلت حرب بعد 10 ايام تيجي امريكا تقفل عليك المحبس، لا قطع غيار ولا ذخيره ولا سن، انت فاهم؟ يعني نقول ايه؟ انك انت تنويع مصادر السلاح نمره واحد، قرار استراتيجي، قرار استراتيجي، ما تبقاش رقبتك تحت مين اللي انت واخد منه السلاح، ده واحد. نمره اتنين، انت لازم تشتري سلاح على احتياجاتك. هقول حاجه كده متغطيه، الاف 16 احسن طياره في العالم، لكن ما توصلش حته انت عايزها، لكن لما جبت الرافال، الرافال توصل. واضحه؟ بتقول تفاصيل، فعشان كده كان لازم تجيب الرافال. المسترال النهارده انت عندك بلوى برضو توصل في اي حته، شايله كاتبتين دبابات فانت محتاج تاخدها. النهارده انت رحت من الصين جبت الطائرات المسيره، رحت من المانيا جبت احدث اربع غواصات في العالم، وبعدين جبت اربع فرقاطات، ثلاثه اخدتهم وواحده صنعتها في مينا. فانت النهارده بعد كده انك هتصنع، فعشان كده تنويع مصادر السلاح كانت من احد الحاجات العظيمه اللي عملها الرئيس. والله العظيم يا محمد كان ده حلم لنا زمان، انما ما كناش قادرين نعملها، انت فاهم؟ لظروف معينه. بس بقول لك التكلفه مليارات الدولارات، الله اجيبها منين؟ وقناه السويس كانت بتجيب خمسه، بقت بتجيب 10. لو اتقفلت قناه السويس بكره هتعمل ايه؟ لكن لو عندك سلاح هتشرب لك، انت فاهم؟ حقول الغاز بتاعتك النهارده، هو الحقول دي لو دخلت بكره بلاش اسرائيل، تركيا لو انت ضعيف كانت دخلت، مش كده ولا يا محمد؟ طول ما انت عطيني هناك مسترال، حدود حقول الغاز في البحر المتوسط تبعد عن شواطئنا 200 كيلو، فانت يعني انت محتاج انك انت دايما تكون عندك قوه. انا هديك مثال يا محمد، الحرب العالميه، انا كان نفسي اجيب خرائط النهارده، معلش، الحرب العالميه الثانيه لما خلصت اليابان اتهزمت، مش كده؟ اتضربت دول المحور كله، اتضربت بالمانيا واليابان، اتضربت بالقنبله في ناجازاكي وهيروشيما. بعد الحرب دي ما خلصت تمام، البرلمان الياباني قعد وطلع قرار من بكره مش عايزين جيش، مش هنخش حرب تاني، هنعتمد على امريكا تحارب لنا وتدافع عننا. اداهم اكبر قاعده في العالم ايكاناوا، وفضلوا على كده. خلاص بعد كام سنه روسيا راحت واخد مجموعه الجزر الشماليه كلها بتاعه اليابان، فاليابان قالت يا امريكا المتغطي بامريكا يا محمد ايه عريان، بس روحوا المجلس، روحوا لمجلس الامن. لحد النهارده مجموعه الجزر اليابانيه مع روسيا، عشان كده روسيا راحت اليابان ايه؟ نفس البرلمان اللي قالك مش عايز جيش قال لك انا هعمل جيش، وهعمل جيش قوي ويعتمد على التكنولوجيا اللي بقى فيها اليابان، والنهارده اليابان رقم 6 في العالم. يقدر حد يخش ناحيه اليابان النهارده؟ لا، لان عندها جيش بيحميها. ليه؟ لان عندها استثمارات ممكن حد يطمع فيها. فالنهارده احنا بنعلم ايه؟ مش لازم مصر، بره، انت عارف انا دارس في امريكا ودارس في انجلترا وفرنسا، بنتعلم هناك ان اي دولة عندها قوة اقتصادية طبيعية او صناعية، ايه الطبيعية؟ عندك غاز، عندك بترول، عندك يورانيوم، ده طبيعي. صناعي زي اليابان، عندك تكنولوجيا وعندك مصانع، اي حاجة من دول لازم جيش يحميها. لو ما عندكش جيش باي باي كامبورا، فاهمني؟ طيب جزء من المشاهدين بل اغلبهم هيجي يقول لك انا مقتنع ان جيش مصر هيحمي مصر واحنا عايشين في امان، لكن انا كمواطن عربي حزين على اللي بيحصل لاهلنا في فلسطين، ازاي ندعمهم برضو؟ يعني ما هو اخوك في العروبه، وان مصر هي الدوله الاكثر دعما طوال تاريخ القضيه الفلسطينيه لفلسطين. احنا في حرب 48 الجيش المصري دخل عشان فلسطين ولا لا؟ طيب عبد الناصر هو اول واحد خد ياسر عرفات من ايده للعالم وسلمه، ودي منظمه التحرير الفلسطينيه. احنا اكتر دوله في العالم العربي ايد القضيه الفلسطينيه ودافعنا كتير عشانها، صح يا محمد؟ صح. ما تجيش النهارده بقى تقول لي يعني انت شيل الامور كلها، طب تعالى بقى لو عايزين كل الدول العربيه تجتمع سوا، ما احنا في يوم امان عملنا الهيئه العربيه للتصنيع، وكانت امل للعرب كلها
ان يبقى عندك سلاحك، وكانت بداية هايلة واسمها هايلة. حلو الهيئة العربية العربية للتصنيع، وكل الدول دخل. النهاردة احنا مزلولين لامريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا، كل الناس العرب ما دعموهاش، فكوا بقى منها بعد ما حصل بقى اتفاقية السلام وبتاع. النهاردة لو كانت دي موجودة يا محمد ما كناش احتاجنا لحد، عشان يعني زي ما الاوروبيين عملوا الاتحاد الاوروبي، مش هنقول لك نعمل الاتحاد العربي ولا نعمل عملة واحدة. فابسط حاجة كانت في السلاح، لكن النهاردة بيروح يشتروا من هنا وبيشتروا. طب ما عندنا مصانع سلاح حلوة جدا، حد بيجي يشتري من، لا بيروح يشتروا من امريكا، لان امريكا لازم تشتري من عند، عشان لازم تشتري من فرنسا عندنا. وبعدين دايما صناعة السلاح عايزة فلوس، يعني دي يقول لك ناس ايه انتوا ما بتصنعوش كذا ليه، ما انت لازم تصنع عشان تبيع. طب هقول لك حاجة، من احسن الاسلحة في العالم الفرنسية، سألنا وانا عارف بقول لك ايه، لكن عشان فرنسا ما بتبيعش كتير فما بتنتجش كتير، ما بتطورش كتير، ما بتطورش كتير. بالظبط، برافو. انت عايز فلوس عشان تطور، انت تيجي تعمل حاجه وتيجي تبيع لافارقه يقول لك انا قعدت بقى كذا سنه، تيجي الافارقه يقول لك لا الدنيا هديه منين، ده سلاح وغالي. فعشان كده يا محمد لازم نبقى عارفين ان دايما طول ما انت عندك جيش قوي تقدر تحمي بلدك ومحدش يقرب لك. النهارده انت عندك 64 استكشاف جديد في البحر المتوسط، لو طلع منهم 4-5 ظهر هنعدي حد تاني، فاهمني؟ فلازم تحافظ على الكلام ده، ولازم تحافظ على استثماراتك. قناة السويس 10 مليار دلوقتي، رقم كبير كبير. ظهر 3 مليار في السنة لمدة ايه؟ لحد سنة 45. ولو طلع لك النهاردة الحاجات التانية، في البنفسج طالع قدام رفح، لو طلع الريزيرف بتاعه زي ظهر وحاجتين ثلاثه تانيين، والسيد رئيس الفتره اللي فاتت يعني فتح مناطق كتيره جدا عشان الاستكشاف، فلو لقينا حاجتين ثلاثه اربعه هتطلع. لكن لازم تبقى ايه يا محمد؟ قوه عسكريه تحميها، لازم نبقى عارفين الكلام ده. والله انا حسيت الفتره اللي فاتت ان بدات الناس تحس، انت عارف انا من 1 اكتوبر لحد النهارده ايه؟ بالاحساس بالامان، بالامان، وانك انت عايز جيش يحقق لك الامان. انا بقالي 14-15 يوم اللي فاتوا لفيت في كل جامعات مصر حقيقي، عشان كنا بندرس بندي محاضرات اكتوبر و50 سنه. انا كنت سعيد جدا يا محمد ان الشباب الجديد، يعني كنت بدي المحاضره بتاع اكتوبر ساعه ونص، اقول اي اسئله الساعه اللي باقيه عن غزه، ودي حاجه انك بتشوف الولاد اللي عنده طيب 22 سنه عنده نفس الاحساس الوطني. احنا يمكن يجي لعبد الناصر وعيشنا بالقمر، طبيعي لازم نهتم، لكن دول موجودين. طب انا امبارح كنت في نادي الزهور وكان معانا وزير الرياضه، والناس تدخل تلاقي نادي الزهور كله معلق الكوفيه الفلسطيني. فاقول لك حاجه ابسط، الباع الجائلين في الشوارع بيبيعوا اعلام فلسطين والكوفيه الفلسطينيه، لا يوجد علم اتباع في مصر لدولة أجنبية. طب يعني أنا عيني ما شافتش علم أجنبي في مصر، إلا علم مصر في الأحداث والثورة والماتشات الكورة، الحس الوطني، بس علم فلسطين مرحب بيه طبعا. ده معناه إيه؟ إن الشعب ده عظيم برضه، إن الشعب ده وطني. إن والله العظيم، وأنا أنا جامعة سوهاج، أسيوط، العيال لابسين وفلسطين في إيه؟ في إيه؟ دي حاجة بالواحد يعني حقيقي. الفترة اللي فاتت دي لفتي على الجامعات ادتني يعني نقول قوة ايجابية حلوة. معلش بقى نسيبنا في الحرب دقيقتين كده، انا شفت جامعة زي بتاعة الجامعة اليابانية، ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ انت داخل من الباب انت في اليابان. معلش السادة المشاهدين ما يزعلوش مننا سيبنا موضوع فلسطين، انت داخل من اليابان وداخل قصدي من الباب كأنك جوه اليابان. التصميم المعمول التصميم ياباني معمول عشان الهواء يدخل انك ما تحسش انك بتاع دوت. المباني كلها ذكية، كلها طاقة شمسية، المعدات كلها من اليابان. اللي بيدير بقى الجامعة النص ياباني 50% و50% مصري. اليابان واخدة كل الافارقة اللي بياخدوا منح جايين مصر هنا. انت وبعدين المعدات في معدة قالوا لي عليها، طبعا مش عارف اسمها ماليش دعوه بيها، يعني ب 10 مليون دولار. المعدة دي هي بتعمل التقييم لكل مصنع من المصانع. احمد عز مصنع حديد راح عمل عندهم بمليون، طبعا احمد ما يقدرش يجيبها، هيجيبها عشان مرة واحدة فعمل عنده. بيقولوا لي احنا في سنة جبنا ثمن المعدة،
وبعدين كلها موضوعات نقول ايه يعني بتاعت العصر، ما فيش بقى الموضوعات الحفظ والكلام ده، وبعدين كلها المنهج الياباني. وانا عشان كده يعني كنت ساعات بستعجب. وسيادة الرئيس سمى محور عندنا شينزو ابي ده ليه؟ اتاري الراجل ده اللي عمل لنا الكلام ده. حتى انت عارف حتى المطعم جوه ياباني، اكلوني سوشي. طيب تعالى نطلع من اليابان وعلى البيت الابيض، نطلع لك تصريحات بتقول لك بيت الابيض لن نضع خطوط حمراء لاسرائيل. ده معناه ايه؟ معناه اداله الفري هاند يعمل اللي عايز يعمله، اللي انت عايزه بالظبط، استخدم غاز اعصابك، عايز تبيد بيد. هو ده طبعا بيتقال عشان ما يبقاش في قيود على اسرائيل. وخد بالك ان نتنياهو عليه ضغط كبير جدا. ليفني النهارده اللي هي كانت في يوم اللي هي وزير خارجيه كانت بتتكلم في احد القنوات العربيه، وسالوها هو ترى يعني طبعا نتنياهو بعد كده قالت له بص احنا في ازمه ولازم كلنا نتكاتف سوا، لكن بعد ما هيمشي هيتحاسب، انت فاهم. وده النهارده يعني امريكا بتدي سبورت لاسرائيل، اعمل زي ما انت عايز، خد بالك دي رساله الى من يهمه الامر، مالكش دعوه باسرائيل. الدنيا مرعوبه النهارده من تدخل ايران وحزب الله، وانا اتمنى بكره الصبح يا رب ما نصحاش ان حزب الله عمل حاجه. هو مش هيعمل، ده تقديري يعني، لان ايران مش عايزه تعمل. حسن نصر الله انت شفته بيقول الحادثه دي، قام قال كلمه مفيش بلا مندهش لسبب بسيط. ايران بابا وماما، انت فاهم، مفيش يعني. واعتقد هتبقى نهايه حزب الله. طيب مع ناس وشعب. التصريح الثاني للبيت الابيض ان ضرب الحرس الثوري في سوريا منفصل تماما عن الاجتياح البري لاسرائيل الاسرائيلي لغزه. يعني هي عايزه تفصل ده؟ لا ما ده مفصول. احنا قلنا من البدايه يا محمد في اتفاق بين امريكا واسرائيل، انت يا اسرائيل عندك غزه والضفه، الجزء الثاني ده بتاعي خلاص. فالنهارده بتلعب فيه زي ما عايز، الملعب بتاعها اللي هي سوريا والعراق. خلي بالك لان اسرائيل امريكا امبارح ضربت مع حاجتين في العراق، لانه في العراق الحشد اللي هو تبع ايران ضرب الامريكان امبارح، فالنهارده الصبح قامت بيه وخلصت عليه. فالنهارده زي ما هي متقسمه، التورتيه متقسمه، يا اسرائيل انت معاكي غزه ومعاكي الضفه. الضفه اتقفلت النهارده الصبح، منعوا الحواجز، ممنوع الانتقالات، قبضوا مش عارف كانوا بيحكوا على 150 واحد النهارده بس اللي هم القاده بتوع المقاومه، وبعدين هتخش بعد كده على حزب الله لو عملوا حاجه. هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل صفقه القرن، وايضا لاول مره في تاريخ الدوله المصريه حدودنا الاربعه ملتهبه. فاصل ونكمل.
منذ أن بدأ الاجتياح أو الغزو البربري الإسرائيلي لأهلينا فلسطين لا أملك بشكل شخصي إلا الدعاء اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن مع المقاومة الفلسطينية ولا تكن عليها. في ظل طبعا سكوت العالم وفي ظل تصريحات البيت الأبيض اللي هو بيقول فيها أن بايدن لن نضع خطوطا حمراء لإسرائيل، عايز أروح إلى ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة المفكر الاستراتيجي لواء دكتور سمير فرج ونكمل معه الحوار. قبل الفصل كنت بسألك يعني إيه صفقة القرن؟ هو صفقة القرن اللي طلعها طبعا ترامب، وترامب كان معنا يعني جاء بعد طبعا أوباما كان 8 سنين كانوا سيئين جدا في العلاقات المصرية مع مصر، مع صحيح مصر. رغم انه اول ما جه انت فاهم جه وقال لك انا هروح الشرق الاوسط، هروح فين؟ مصر ام الدنيا. وجاء مصر وراح جامعة القاهرة وقال لك السلام عليكم واحنا سخسخنا ودهلنا الشوارع وبتاع، ولكن اسوأ 8 سنين في العلاقات المصرية الامريكية هي الفترة بتاعت رغم جذوره الافريقية، ولدرجة وقف البرايت ستار، وقف الدعم الامريكي الدعم الامريكي لنا 3 سنوات بتاع المعونة العسكرية. صاحب الجملة الشهيرة على لسان وزير خارجيته، الفوضى الخلاقة. وانا كان عندي تسجيلات لكوندليزا رئيس بتقول لك انا 6 سنين ما كناش عايزين نجيب مبارك لمصر عشان كنا بنجهز للثورة. هو اللي تبنى ان الاخوان هم اللي يقودوا المنطقة العربية. فكان كتير. فلما جاي بعديه بقى ترامب كان معنا كويس جدا ومن احسن الزعماء اللي تعاونوا مع مصر ومع الرئيس السيسي. ده تم اوباما قال لك اوباما خرب مصر ولولا جيش مصر بالظبط. ولكن طبعا هو عيب ترامب، انا بحب ترامب فعلا انه الراجل بيحب مصر، انه ضيع الاداره الفلسطينيه وبدا يتكلم على صفقه القرن. صفقه القرن كانت بتبنى ان اسرائيل تستولي على غزه وعلى الضفه وبعدين تنقل الترانسفير مواطنين بتوع غزة الى مكان في مصر، وتنقل الناس بتوع الضفة الى الاردن، وتبقى اسرائيل دولة واحدة، وتعيش اسرائيل دولة واحدة يعيش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود، ونسى اي حاجة خاصة بان يعيشوا مع بعض دولة واحدة، وتبقى عاصمتها القدس عاصمة موحدة. برضو عايزين نقول يا محمد ايه فكرة الدولتين والدولة جت منين؟ اول ما بن غوريون عمل الدولة الاسرائيلية وقال لك في البداية احنا نعيش دولة واحدة وامة واحدة ونتعاطف وكانوا اسرائيليين وفلسطينيين عيشوا مع بعض. في الستينات جاء مفكر اسرائيلي قال لك الله لا ده احنا اليهود قد كده والعرب قد كده وبيتكسروا بسرعة، بعد شوية هنلاقي ان العرب بقوا قدنا مرتين، اذا في الكنيسة حيد قدنا، اذا هياكلوا ايه البلد. ومن هنا طلعت قصة الدولتين، نعمل دولة احنا نعيش فيها وندي العرب دولتهم يعيشوا فيها لوحدهم. لما طلعت في الاخر بقى لما جه نتنياهو بقى قالك لا هي دولة واحدة وأيدوا فيها مين؟ ترامب. وقال لك طب يعني العرب التعداد بتاعهم أكتر، قال لك لا نحط في شروط الدولة في الكنيسة أن العرب مهما كان عددهم يبقوا 20% من الكنيسة. ومن هنا جت فكرة صفقة القرن، إنك أنت تبقى دولة واحدة، اللي نقول العرب يطلعوا بره الضفة بره القطاع، وتبقى اللي عايز يقعد معانا يقعد في اطار دولة واحدة، اللي يقعد يبقى اسرائيل وخلاص زي عرب 48 بالظبط، اللي هم العرب 48 اللي قاعدين دلوقتي في اسرائيل واخدين الجنسية. وده كانت الفكرة. عشان كده لما فتحوا الموضوع ده مع الرئيس مبارك وقالوا له احنا هنودي، وقال لك نتنياهو شاور لي وهنا، فكلمة مبارك قال له forget about it، انسى يعني باللفظ بتاعنا كده، زي ما تقول واحد بيكلمك قال له انسى، وكان واضح. جه الاخ مرسي للاسف اتفق مع الامريكان، ده على لسان محمود عباس، على محمود عباس حكى القصه وهي موجوده عندنا لو عاوزين بس خلاص الناس سمعوها. ولما جه بعد كده الرئيس السيسي جه والرئيس يعني برضو نتنياهو عرض قال له الكلام ده،
فقال له unnegotiable، لا تفاوض، لا تفاوض في الكلام ده، الموضوع ده برضو انسى يعني forget about it. قالها سيادة الرئيس مبارك، والتاني قال له unfork، فما نتكلمش فيها. ومن يومها طبعا نتنياهو بعد، لان زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت اسرائيل كانت مركزه على ايران، لان ما كانتش عايزه تاخد ايران تاخد النووي، وكانت ممكن ايام اوباما كانت حتى 3 مرات بتخطط تضرب ايران والمفاعل النووي، ولكن كان اوباما او امريكا طبعا ما سيستم قال لك مش عايزين مشاكل في المنطقه، ففضلت السيطره عليها في هذا التوقيت. فعشان كده لما جت اتفتحت تاني بعد كده بدات الناس تتكلم صفقة القرن ونعوز، لكن الحمد لله دلوقتي الامور استقرت. وانا بعتقد ان جو بايدن فرصتنا، فرصتنا يا عرب يا فلسطينيين، ان احنا نستغل ان هو عايز حل القضية في اطار الدولتين، وزي ما سيادة الرئيس قال حدودها 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس. طيب رغم رفض مصر القاطع حكومة وشعب وقيادة وعلى لسان رئيسها اكثر من 6 مرات ان مفيش حاجة اسمها تاخد حتة من سيناء، صح، كلام واضح ومباشر، لكن في تسريبات عمالة تطلع لك من اسرائيل، وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية تقول كذا، ومؤخرا قالوا لا ده في شقق فاضية في اكتوبر والعاشر من رمضان والشقة تقدر وبكام كا ولد مصر 8 مليار دولار. السؤال هو انت رافض كمصر، بس مين قالك ان هم هيسكتوا برضو على رفضك؟ لا احنا فين الادارات الشعبيه؟ هو سيادة الرئيس السيسي النهارده اعلى شعبيه جات له دلوقتي، شعبيته زادت بعد زي 30 يونيو. ليه؟ الناس عايزه كده، شعبيته زادت. شعبيته زادت ليه؟ لانه حقق مطالب الشعب المصري. الشعب يرفض الكلام ده تماما، ولما الشعب شاف رئيسه كده ايده النهارده. لا يمكن نقبل يا محمد خالص. لا يمكن لمصري ولا اي حد. احنا عايز الكلام ده على لسان حضرتك بس، يعني ده قصدي. لا احنا لا يمكن نقبل هذا الكلام في مصر لا شعبيا. بقولك امبارح مهما مورس علينا من ضغط مهما ده احنا يعني اتبهدلنا في 6 سنين حرب استنزاف يا راجل، كان عبد الناصر فرختين على البطاق قعد يتكلم. لا الشعب المصري حمول. بيتردد ان في بعض الدول العربيه بتضغط على مصر وهتنمر، ولا انسى الكلام ده خالص، انسى. انا هقول لك حاجه، انا قلت لك رحت الجامعات، فلما كنت بقعد في الجامعات في لقاء بتاع الطلبه حقيقي رؤساء الجامعات يقولوا اي اسئله للطلبه، فبقينا نقعد سوا بعد كده بكره جوه في الصالون مع العمداء ورؤساء الكليات. واحد قال لي كلمه، قال لي على فكره غزه دي نسيتنا البصل بكام. شفت الشعب؟ يعني الشعب المصري لما بيحصل زنقه بيتحد وبينسى اي مشاكل وبتصبح مشكلته القوميه. عشان كده قلت لك كنت فرحان جدا وانا في الجامعات وشايف الشباب امبارح نادي الزهور كله داخل لابس الكوفيه. طب ده في ايه يا جماعه؟ اذا بلدنا محترمه وشعبنا عظيم، لن نقبل باي حال من الاحوال، انت فاهم؟ ان وعشان كده انا كنت مبسوط. الشعب الشباب الجديد، ممكن اقول ده احنا بقى الجيل القديم اللي لسه ماشيين، لا النهارده الجامعه 22 سنه و23 سنه، لا. الاعلام الاسرائيلي بيقول ان نتنياهو استغل ازمه مصر الاقتصاديه وخد حته من سيناء ورحل الغزاويين. والله لو جوعنا، والله لو جوعنا، استحاله مصر. طب هقول لك حاجه يا محمد، احنا بعد 67 مصر فقدت سيناء بالكامل، بالكامل. الاردن فقدت الضفه، سوريا فقدت الجولان. مين اللي خد ارضه النهارده؟ مصر. مصر حتى الكيلو متر مربع طابة دي رجع. ما كانش حد هيقبل. هو الشعب المصري كده، احنا معظمنا فلاحين، شبر الارض ده ما حدش يفرط فيه، او زي ما بنسميه الارض عرض. الارض عرض فعلا، فلازم يبقوا الناس دي عارفين. واعتقد ان الناس دي بيجي لهم تقارير من السفرات بتاعتهم هنا. ما السفرات دي بتعمل ايه دلوقتي؟ ما عادش في ده، بيبعت تقارير بنقول له، هيقول له خلي بالك ان الشعب المصري النهارده جميع فئاته، طلبه الجامعه، الناس الكبار، العيال، كله فمستني ان هو ايه، مش هيفرط في حاجه ومش هيفرط في ارضه ولا عرضه ابدا، وعندك جيش بيحمي هذا الكلام. مجلس الامن بيعقد الان جلسه وبناء على طلب المجموعة العربية وفي مشروع قرار بإيقاف الحرب في غزة. هل تفتكر لو طلع مشروع قرار ولم تستخدم فيه أمريكا الفيتو، إسرائيل هتمتثل؟ رقم واحد أمريكا هتستخدم الفيتو ده النهاردة، ما أنت لسه من شوية خط أحمر، ما فيش خطوط حمر، اعمل أنت عايزه.
فنمرة واحد هتستخدم فيتو، نمرة اتنين القرار طلع ولا هتعمل حد. يا راجل جوتيرش امين عام الامم المتحدة يروح رفح ويقف على البوابة ومعاه محافظ بتاع شمال سيناء ويقف والارتال داخلة وما تخشش. يعني كانت اسرائيل تدخل خمس عربيات انت فاهم عشان تدي قيمة الامم المتحدة. لو طلع تصريح قوي قوي لصالح لا حقيقة هايل يستحق التحية مننا. بس يعني خلي بالك هيتعمل معاه زي يوسف بطرس غالي، هيمشوا. طيب افتكر الكلام ده. متحدث باسم الجيش الاسرائيلي بيقول حالا ان ما يحدث الان في غزة ليس هو الاجتياح البري بل هي عملية عسكرية موسعة. طيب امال ايه هو الاجتياح البري؟ لا ما انا طيب نشوف اول خريطة اول لوحة طيب. عندنا نشوف اللوحة ايوه دي اللوحة يا محمد، دي غزة من دي غزة فوق كلها اللي باللون الازرق وده هنا البحر الاحمر البحر الابيض. جت اسرائيل قالت لك ده وادي غزة كل ما هو شمال وادي غزة من الـ من الـ من الفلسطينيين ينسحبوا الى جنوب المنطقة دي. نعم. وكان في البداية عايزين يخشوا على مصر انما الهدف ايه بقى عسكريا احنا واحنا بنحلل ان المنطقة دي يا محمد هتبقى الهدف العسكري لاسرائيل في الفترة الاولى عشان كده كان معظم الضرب هنا والنهاردة ما توغلتش لا ما توغلتش عشان تدي مساحة للفلسطينيين يروحوا هناك. بص على الصورة التانية، الصورة التانية بقى بتقول لنا مساحة الارض دي قد ايه. الصورة التانية انها نقول 19 كيلو وكل غزة 41 كيلو، يعني هو تقريبا خد نص المنطقة اللي هي عند وادي غزة. كل غزة 41 كيلو ما هي المنطقة اللي حتى 41 كيلو فقط. فهو خد المنطقة دي بدأ يخليها من السكان عشان معظم الضرب زي ما قلنا سياسة الأرض المحروقة هيدمر كل هنا يعمل فيها أكبر خسائر وبعد كده يدخل. عشان كده الصورة التانية بتقول لنا يا محمد انه راح مدي حتى محورين قال لك الطريق شارع ده وشارع ده انسحبوا منه وانا مش هضرب ورغم ذلك ضرب فيهم ضرب. الصورة التالتة بقى بتقول لنا شكل العملية ازاي اللي احنا فيها دلوقتي وقال لك ما هوش اجتياح ليه، هو هياخد الجزء ده بس، الجزء ده الشمالي هو ده اللي هتتم فيه العمليات النهاردة وبكرة وبعده، هيحاول يستولي على اجزاء منها بالبحر والبر والجو اهو ويستولي على جزء، لو قدر يستولي على الجزء ده هتلاقي هيقبل وقف اطلاق النار وخلاص وبتاع، لكن قدام شعبه يبقى حقق ايه؟ انه استولى على منطقه رئيسيه وتقف العمليه ويبدا بقى ايه؟ انه جيش المفاوضات هتسيب ونسيب اديني الاسرى اللي عندك طب وقف اطلاق النار وتنتهي العمليه كده. ده السيناريو اللي انا شايف ان ممكن اسرائيل عايزه انها تاخد جزء بس صغير. لحظه، هو اساسا سكان غزه 2.2 مليون تمام، اعلى نسبه تكدس عالمي في 41 كيلو في العالم. لما انت تيجي تضغطها لي للنص ده هيبقى جحيم. معلش جحيم، بس هو عايز هدفه ايه؟ عايز ياخد جزء من الارض، فركز على الحته دي اللي احنا شفناها هياخدها يبقى قدام شعبه انا استوليت على ارض ودمرت المقاومه تتفاوض عليها ياخدوها تاني. طبعا ما مش هيقعد، ما يقدرش يقعد فيها انتهينا. انما هو عايز عشان كده اسرائيل ما تقدرش تقعد فيها. لا ما تقدرش ما هو مسافه غزه من زمان هتقعد في ايه بقى؟ ده هتقعد في جحيم انت فاهم. فعشان كده هو ياخدها نعمل وقف اطلاق النار، القوات تنسحب الى ما بدات عليها يوم ما بدانا النهارده وتبدا بقى تتفاوض في حل المشكله. كل ده عشان اللطمه اللي اصابت الوجه المتغطرس. الضربه كانت قويه، دمرت الجيش الاسرائيلي تماما وسمعته، دمرت المخابرات الاسرائيليه. المخابرات الاسرائيليه النهارده مش هتقدر ترفع عينها الفتره اللي جايه، النهارده ما تقدرش تقول يعني هتعمل ايه. فاعتقد رجل عسكري الضربه دي جت ازاي؟ يعني وانت قاعد عمال تتفرج، احنا كنا بنشوف افلام كرتون طيارات بنصطادها. هقول لك حاجه، اولا السيمبليستي بساطه الخطه. احنا واحنا بندرس في بتاع انجلترا ده غير الروسي اللي احنا بناخده عندنا، اول حاجه في بتاع انجلترا يقول لك ذا بلان، ايه الخطه بتاعتك؟ اول حاجه سيمبليستي، كل ما تعقد نفسك كل ما تعقد مشاكل، لكن كل ما الخطه بسيطه. هم عملوا ايه؟ السور اللي هم عاملينه عشان يعدي السور راح عامل الطيارات اللي هي الشراعية مروحة ويركب فيها اتنين عدى السور.
تمام اللي ارتفاعه 6 متر لا رادار شافه ولا جابه وعدى السور والعيال اتنين بالبتاع ودخلوا جه على السور طبعا بالمفاجأة اللي عملوها برضو يا محمد مفاجأة خطيرة راح جاي في السور بالجرافات وراح فاتح السور ده متكلف 1.1 مليار تمام انهار انهار خط برليف خط بالظبط والله كان زي خط برليف وراح داخل ودخل على الست مستوطنات تمام راح دخل على الست مستوطنات اللي كانت اسرائيل عاملاهم خط امامي للدفاع اربعة احتلوا يعني احتل اربع مستوطنات كاملين وقعد فيهم وخد رهائن كل ده واسرائيل مش قايفة تفوق من الصدمة ما هو برضو عندنا في طب فين الجيش الاسرائيلي مش مفروض على وراء السور لا وراء السور كان حاطط هو المستوطنات الست مستوطنات تمام دول بيعتبروهم خط اول والمستوطنات في تصميمها اصلا ده انا وانا كنت طالب في بتاع كلية حربية كنا بنرسم المستوطنات والحدود بتاعتها وبيدربوا الناس فيهم على القتال وملاجئ العملية بقول لك الغرور بتاع اسرائيل خلى الدنيا ريحت انهم لا يجرؤ لا يجرؤ ان حد يخش ولا بتاع فبالتالي دخلوا على المستوطنات قبضوا على الناس واستوروا ده الصورة ده الجدار الحديدي اللي هم كانوا عاملينه الستة متر الستة متر وهنشوف الصورة اللي بعديها هتلاقي صورة الجدار رهيب يعني ان بص معمول ازاي ارتفاع محمد من 4 لـ10 متر لا اسف وبعدين تحت الارض 24 متر تمام عشان ما تقدرش عشان ما تقدرش تعمل انفاق وبعدين متكلف كام 1.1 مليار كان مزود باقصى درجات السنسور الالكترونيه اللي يقرب من 20 ما كله المفاجاه بتشل احنا عندنا اول مبادئ الحرب المفاجاه والحشد المفاجاه دي اول حاجه لان بتشلك بتشل تفكيرك هم قعدوا يومين عبار ما جمعوا نفسهم وعشان يعبق الاحتياط فطبعا ادي الصور هو بتاعت دي الصور دي بقى اللي هي طيران الشراع انت شايف ازاي واحد او مفيش رادار شافه ما يشوف مين ده بيطلع 6 متر 7 متر الرادار ما يجيبوش منطقه ميته في الرادار فدي طبعا بتاعت ودي راحوا داخلين بالجرافات قطعوا السور وقفلوه ودخلوا جوه عند المستوطنات فبالتالي طبعا بص ده بقى الطريق المداء اللي هو دايما لما بنعمل اي خطوط حدود في العالم مش هم بس بنعمل مداء المرور فالدبابة الاسرائيلي طالعه تمر وداخله اتضربت من المقاومه فكانت فضيحه مأساة ده اللي هو بقى اقوى جيش في العالم ده الاقوى جيش والجيش الذي لا يقهر والمخابرات الاسرائيليه والموساد السي اي اي الذي لا ويعني وبعدين الامان المخابرات الحربيه الشباك بتاع امن الدوله الثلاثه دول خلاص ضاعوا وبعدين عايز اقول لك يا محمد الناس دي ما عملتش دي بقى قول لي اوضاع انتوا هيعملوا ايه في المستوطنات دي لا المستوطنات دي بره دي انا بره عارف دي بره الحدود ما خلاص بقى من المستوطنات دول دخلوا محدش هيقعد فيها بعد كده بقى خلاص انتهت انما انا عايز اقول 75 إيه؟ الف اسرائيلي غادروا الاراضي الاسرائيليه ما كلهم طبعا او الفلسطينيه المحتله للدقه خلال ايام من بدء الحرب انت عارف اولا وامريكا تريد ان ترحل 600 الف امريكي من المنطقه الامريكيين اللي هم عايشين في اسرائيل عايزين يمشوا فالنهارده لما ضربوا مطار بن جوريون بتاع العاصمه فالطيران الاجنبي كله ما بيروحش دلوقتي فبيركبوا من حيفا مركب لحد قبرص ومن قبرص يركب الطيران ففضيحه تخيل انك انت قاعد في بلدك اللي الجيش لا يقهر والمطار بتاعك ما بيشتغلش وبعدين تيجي تقول ازاي انت فاهم يا محمد يعني هم في ازمه كبيره والصدمه دي هتقعد معاهم كتير وارجو ان احنا كعرب بقى نستغل الصدمه دي ونحل القضيه الفلسطينيه تفهم دي اللي ممكن تجيب حاجه فان احنا كعرب بقى الفتره اللي جايه يعني النهارده انا سامع ماكرون كان في اليونان وبيقول ان عايز يعمل مؤتمر دولي للسلام يا ريت بس نتحد كعرب وننفذ الله يرحمه الشيخ زايد فاكر في 73 قال لك ان البترول العربي ليس اغلى من الدم العربي أغلبية الأصوات الآن في مجلس الأمن وافقت على قرار بإيقاف الحرب في غزة والجمعية العامة دي لا يستخدم فيها الفيتو بقى في مجلس الأمن
لكن دي الجمعيه العامه. بس خد بالك قرار الجمعيه العامه ليس ملزم، لازم يروح، مجلس الامن ال 15 عضو بس. فطبعا ده اللي في الفيتو. فامريكا حتى روسيا برضو غتتت على امريكا، بقى الاثنين بيضربوا بعض. فاحنا احنا بنتمنى اذا الرفض المصري حكومه جيش شعب قياده وصل للعالم، لن يتم تسويه القضيه الفلسطينيه، ده كلام نهائي اطمن بيه كمواطن يعني. المواطن وعقيدة المصري. الجيش المصري ترفض طبعا المساس باي متر. هو احنا هو جيش ده مش جزء من الشعب يا محمد. طبعا احنا بس بنأكد ان الشعب المصري لن يقبل، لا شعب ولا جيش ولا رئيس ولا حكومة ولا مجلس شعب ولا برلمان يقبل ان تتاخد منه شبر واحد من ارضه. ده واحد. بنطمن برضو الناس تاني، احنا خارج القتال اللي موجود ده دلوقتي عشان الناس ما تقلقش ان احنا ما فيش، احنا مش مشتركين في جزء من القتال الان، فما حدش يقول هنحارب، لا مش هنحارب، احنا موجودين، قواتنا المسلحة جاهزة تدافع عن حدودنا، تدافع عن استثماراتنا، وباكد عليها اهو استثماراتنا، ولضمان ان انا ولادي واحفادي يعيشوا عيشة كريمة. نتمنى ان احنا نستغل الفترة القادمة بهذا العمل اللي تم. الفلسطيني عمل شغل كويس قوي وعمل شغل هايل، اتبهدلوا اتدمروا. تحية للمقاومة الفلسطينية وتحية لصمود الشعب الفلسطيني. نستغل الكلام ده بقى زي ما احنا عملنا في 73. 73 عملنا ايه؟ حركنا المية الراكدة، دخلنا عملنا عملية محدودة لاستيلاء على راس كوبري في عمق سيناء، وبعد كده اشتغلت السياسة. هنطلع فاصل، وقبل الفاصل لازم نؤكد لأولادنا هنا في بيوتنا أن مقاومة الاحتلال شرف، ومقاومة المحتل ليست عملا إرهابيا بل هي فخر وفخار، ومن يسقط فيها فهو شهيد، والنصر بإذن الله لأهالينا في فلسطين. هطلع فاصل أخير إجباري بقى، لازم أطلع علشان أناقش ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة الدكتور سمير فرج في حدود مصر الأربعة الملتهبة دي، هنعمل فيها ايه؟ نطلع فاصل. اللهم انصر اهلنا في فلسطين، وكن مع المقاومة الفلسطينية،
مقاومة المحتل شرف وفخر وفخار وليست عملا إرهابيا كما تدعي إسرائيل وأمريكا. منشورات إسرائيلية تطالب الفلسطينيين في غزة بالهجرة إلى الأردن الآن. ما جابوش سيرة مصر؟ لا ما هم جربوا مصر طبعا وعرفوا رغم ان غزة جنب مصر. بجنب مصر هم طبعا جربوا طبعا مصر. وبعدين برضو هم تعرف الأردن والفلسطينيين يعني هم دولة واحدة. هم كانوا بس عايزين نؤكد أن المملكة الأردنية الهاشمية لا احنا بنرفض احنا بنرفض طلعت بيان على لسان الملك بالظبط واحنا واحنا متضامنين معهم وبنرفض ان ده انت كده بتفرغ القضية. اي دولة عبارة ايه؟ شعب أرض. وارض وحكومة اما انت تشيل الارض وتشيل الشعب باقي مفيش حاجه. فعشان كده النهارده احنا من اول يوم قلنا الدوله المصريه بترفض عمليه الترانسفير سواء من غزه لمصر او من الضفه للاردن والا القضيه دي يبقى الشعب ضاع. واحنا عمرنا ده احنا مسكين قضيه زي ما قلنا من اول يوم من حرب 48 تمام. فعشان كده بنقول احنا لازم نستمر في فكرنا ومبادئنا اللي مش هنسيبها والفلسطينيين على ارضهم. وسيادة الرئيس قال لهم ما تسيبوش ارضكم اقعدوا فيها. واعتقد برضو ان الرئيس بتاعهم قال انما نرجو ان بعد العمليه دي ما تتم يبقى في تفكير اخر لشكل الدوله المره الجايه. تصريح لاحد قاده حماس نسعى لادخال كل اعداء اسرائيل في هذه الحرب. طبعا كل واحد في الراس منها ايران طبعا. ايران طبعا هو طبعا يقصد هو الهدف ايران ايران طبعا لان ايران زي ما قلت لك لو دخلت وحزب الله وحزب الله حزب الله مشكله لاسرائيل يعني يا رب بكره ما اصحاش الصبح ولا ان حزب الله عمل حاجه. مش عارف ليه انا ببدي سعادتي لو دخل حزب الله والدنيا اسرائيل دي. طب انا طب انا هقول لك بكلمك احساسي كمواطن عربي. طب انا هقول لك حاجه بقى هقول لك حاجه اسرائيل نفسها ان حزب الله يدخل ليه؟ ليه؟ لان حجم السلاح اللي عند حزب الله ده يخلص. انت فاهم؟ لان اسرائيل هدفها مين؟ ايران. وهتخش مع ايران سونر اور ليتر. فالنهارده شوكه في جنب اسرائيل مين؟ حزب الله. ده جنبه على الحدود ده لكل الصواريخ بتاعته هتبهدل اسرائيل. وبعدين مين هيتعامل معاه؟ امريكا هي بره اللعبه. ما احنا قلنا بقى دلوقتي امريكا شايله الشيله بتاعت مين؟ حزب الله وايران. فلو هو دخل بالنسبه لاسرائيل هتتبهدل شويه. لكن طب الناقلتين الامريكيتين يعني هيقدروا يقفوا قدام حزب الله؟ طبعا طبعا دي الاله الامريكيه رهيبه. دي اكبر حامل اعدادهم ايه؟ لا 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 ده قادرين. وبعدين التكنولوجيا يا محمد التكنولوجيا النهارده بيضرب من 80 كيلو مين بوينت تارجت وده هدف رئيسي. ده بيجيب الهدف الاول بالليزر وبعدين يضرب الليزر ويضرب ويمشي بيسميه فاير اند فورجيت اضرب ويمشي والصاروخ نازل على هدف يحصله. لا لا التكنولوجيا الامريكيه طبعا. وانا واثق ان ايران مش هتسيب الموضوع خالص هتفكر مليون مره عشان. وبعد زي ما قلت لك حزب الله هيز ماستر فويس زي ما بنسميه هو بياخد الاوامر من مين؟ من ايران. طيب بدانا الحلقه بان احنا طمنا كل مواطن مصري بان البلد امنه لا نحتاج الى هذا الفزع اللي حصل يعني خلال هذا اليوم منذ الصباح. لكن البعض شايف ان حدود مصر الاربعة امامه ملتهبة. طيب نبص على الخريطة. نبص على الخريطة. يعني نبص على الخريطة يا محمد. بص ادي مصر ليبيا جنبها مفيش دولة. اعرضوا الخريطة كاملة على الشاشة يا شباب. موجودة على الشاشة دلوقتي؟ خلاص معروضه. ادي مصر ليبيا جنبها جنبنا من الاتجاه الغربي 1260 كيلو. 1260 كيلو ليبيا بقى لها 11 سنه منذ رحيل القذافي مفيش دوله. مفيش دوله فيها وزارتين واحده في طرابلس واحده في بنغازي. الجيش منقسم 20,000 مرتزقه. القوات التركيه عامله قاعدتين. وكل ما زالت النهارده اللي هاربين من تشاد وبتاع موجودين فيه. اما يبقى دوله عدم مستقره يبقى فيها ارهاب يبقى فيها عدم امان لمصر. يبقى انت عندك الاتجاه الغربي الاستراتيجي غير مؤمن. السودان. حضرتك قلت معايا في حلقه سابقه اتكلمت على الانقلاب اللي حصل في النيجر. ايوه وقلت ان هو ممكن يوصل ليبيا. يوصل ليبيا. الحاجه الثانيه تعالى بقى خش على السودان. السودان ده احنا كنا دوله واحده. النهارده السودان جيشين بيحاربوا بعض.
الخرطوم ما فيهاش اكل، ما فيهاش مستشفيات، الدنيا بايظه في السودان، فيش دوله ومش عارفين نوقف، والنهارده جيشين جيشين. تمام، ادي الدوله. نعم، انا اخش على اليمن، انا حاربت في اليمن وانا اول ما اتخرجت 3 سنين، بقول لك اهو من دلوقتي اليمن دي لن تعود ابدا، والحسين من الصعب انك تسيطر على اليمن. انا اسف، هو انت ليه رحت لليمن؟ مش احنا حدودنا الاربعه كده؟ ايوه، انا بتكلم على المنطقه العربيه، لسه هدخل تاني فوق على المنطقه العربيه. تعال شوف العراق. العراق قريب هتتقسم دولة شيعية في الشمال، ولعلمك يا كانوا استقلوا من سنتين ورجعوا تاني لانه عنده جيش، والاكراد جم اعلنوا دولة. أيوة، بس اعلنوا ما هو الاكراد عنده البشمرجة جيش وعنده برلمان، كان ناقصه وعين، كان ياخد حكم ذاتي ايام صدام، كان ناقصه الفلوس، خد كركوك اللي فوق اللي فيها البترول. خلاص، فاصبح عنده النهاردة مجهز ياخد العراق دولة كردية في الشمال شيعية سنية، هتتقلب لان ايران مسيطره على الشيعه. تعالى سوريا، سوريا ما فيش دوله، سوريا فيها 4 قوات عسكريه جوه الدوله دي، تبقى ازاي 4 قوات؟ امريكا ليها 2000 عسكري، تركيا مسيطره على الشمال، روسيا، وبعدين فرنسا، 4 دول، دوله ما فيش دوله. تعالى لبنان، لبنان لا فيها رئيس لا يعيش حكومه بقاله سنتين، ورئيس وزراء مسير اعمال، لا الدنيا كلها. لكن مين البلد الحلوة المستقرة المنورة؟ مصر. بس بمين يا محمد؟ بشعبها اولا وجيشها. فعشان كده لازم نحافظ على بلدنا، احنا يا مصريين، مش حد تاني اللي هيحافظ علينا، بلدنا. نطمن احنا كويسين، عندنا جيش بيحمينا، عندنا شعب عظيم. انت عارف يا محمد، صحيح، انت عارف النهاردة محاضرات حروب الجيل الرابع والخامس بتقول ايه؟ لما هنروح بره، مش هقول مصر، بيقولوا بره ايه المقدمه، ايه حروب الجيل الرابع والخامس؟ ان في سنه 67 الجيش المصري اتهزم، صح؟ صح. مصر وقعت؟ لا. ليه؟ كان في شعب وقف، قال عبد الناصر ما تتنحاش، انتوا مع الجيش انا بايدك، عشان كده مصر وقفت. فالنهارده بيقول لك ايه؟ الحروب الجيل الرابع، ما هيش دبابه لدبابه. 30 يونيو معلش، لكن النهارده الحروب الجديده مش دبابه لدبابه، ولا مدفع لمدفع، ان انا عايز اسقطك انت كشعب. فتن ومؤامرات، اشاعات، اكاذيب، عشان تفقد الثقه بحكومتك، بدولتك، بجيشك، تقوم البلد تقع. عشان كده النهارده بنقول ايه؟ نخلي بالنا من بلدنا، ما نسمعش. شككوا في كلام الرئيس اللي بينفي فيه واللي بيعلن ان سيناء خط احمر. يعني بص، هما بيمسكوا اي حاجه يشككوا فيها. احنا البلد المنوره دي، عشان كده لحيت عليك اكتر من مره وقعدت اقول السؤال، عشان حضرتك تقول اخواننا لا احنا نخاف على بلدنا. والله العظيم في الفتره اللي لفيت فيها، الفتره اللي فاتت دي، انا سعيد، شعب عظيم، شعب ما زال قوميه العربيه في قلبه، حب بلده، انت فاهم؟ وعشان كده لازم نستمر الفتره الجايه صعبه، انما ان شاء الله هتعدي على خير. الوطن العركب فيه 3 قوى او 3 جيوش اقوياء قوي، الجيش السوري، الجيش العراقي، الجيش المصري. خلاص، السوري راح، العراق راح. راح، ما فيش النهارده، هو الجيش المصري الوحيد. بس النهارده سوريا ما فيهاش جيش، سوريا متبهدله. طب انا ما اقلقش من المقوله الاسرائيليه من النيل الى الفرات؟ لا مصري. طبعا بص مهما كان، هو مين ميزان المنطقه دلوقتي لما جو بايدن قال عليها؟ مصر. مصر طول من مصر قوي. الله يرحمه الشيخ زايد لما جاي يموت على اسرائيل، قالوا ولاده 3 حاجات: مصر، خلي بالكم من الامارات ما تتفتتش، خلوا بالكم من العيله بتاعت الامارات ما تتفتتش، خلوا بالكم من مصر. قالوا له اشمعنى مصر يا ابونا؟ ده الكلام ده معروف. قالوا له دي العمود بتاع الوطن العربي. الله يرحمه الشيخ زايد. بس بيقول لك انت عندك ظرف اقتصادي وازمه اقتصاديه ومن امتى ما احنا بنعدي، ما الناس نسيت ايه؟ نسيت البصل بكام، والنهارده بتفكر بتاع الناس نسيت في 67 عبد الناصر فرختين على البطاقه في الشهر لكل عيله، 3 مدن 2 مليون سابوا بورسعيد واسماعيليه وسويت وتهجروا، مش عارفين رايح فين. لا، الشعب المصري بيستحمل. لكن لما يبقى في ساعات كذا كذا عندنا مشاكل، لكن شوف اللي حصل في مصر الفتره اللي فاتت، وهنعديها ان شاء الله، هنعديها. ال4 حدود، جيشي ملتفت لل4 حدود. طبعا موجود، مسيطر، بسم الله، طبعا احنا الدوله الوحيده يا راجل قضينا على الارهاب في 4 سنين. قول لي مين في العالم العربي او في العالم كله؟ ده انجلترا قعدت 7 سنين،
انا كنت طالب هناك والاير ايه كانوا مبهدلنا, تنزل للاندر جراوند تتفتش, تخش الجامعه تتفتش. والله يا اسماء يا دكتور سمير, فاكر البرجين ما اتمثل, ما انت والجيش الاسرائيلي قاعد اهو, ما انت اسبانيا الباسك قاعدت الباسك خمس يعني. فانت انت شعب عظيم وحققت حاجات كتير هنحقق يعني. فليه ساعات بقى هنقع هتقف؟ لا مش هتقع, مصر هتبقى قويه وصدقني لان الشعب ده قوي, الشعب ده عظيم. والله ساعتها ما بنش بالليل الصبح ورايح المكتب وعد ما اعرفش على كوبري غمره والدنيا ماشيه, وانزل بتاع ده الدقي الاقي عربيات الفول واقفه والناس الدنيا صعبه والدنيا غاليه والناس تعبانه والست اللي قاعده بتبص لي دلوقتي يا ابني انا عايز ابني يشتغل ليها حق يا ابني. انا ساعات بقى الصبح ببقى خايف على بتاع النور يجي واقول له يا رب ما يجيش الاسبوع ده. كل ده حقيقي بنستحمل, بس ده شعب عظيم مش بالكلام يا محمد صدقني. الانتخابات الرئاسية هتتم طبعا لازم تتم لازم تتم. في ايه؟ طب ما يرددوا البعض عن تنازل لا 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 لا, لا 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 نقبل هذا الكلام. تتم وكل واحد زي يرشح نفسه يتكلم ونقدر. والحمد لله هو طبعا الرئيس السيسي شعبيته الحمد لله تمام دلوقتي, ولا كل واحد مقدم نفسه يقدم. انما الانتخابات في مواعيدها لازم 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 تتم طبعا تتم, مفيش حاجه. هختم معاك بس, حامله الطائرات الامريكيه ايزنهاور تتوجه الان لمياه الخليج, ده تفهمه ازاي؟ الانين من هناك يا محمد, ما نعطينا ايران, انا عارف من ايران عندهم معلومات يعني. لا ولا ده اجراء احتياطي استباقي؟ بص يا محمد, لما بتقعد تقول خطط عمليات بتقول السيناريوهات, السيناريوهات هل ايران هتيجي تضرب اسرائيل؟ لا 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 لا. هتضرب مين؟ امريكا في مصالحها في الشرق الاوسط الخليج. ما انا قلت لك اولا القواعد الامريكيه اللي احنا طلعنا صورها لازم هتضربها, ده واحد. اتنين قلنا ضربوا الدمام وضربوا البتاع ده, فلازم يبقى في حد هناك. وبعدين مضيق هرمز هو مين اللي مسيطر عليه؟ ايران. تلت بالطاقه العالم بتطلع من مضيق هرمز, اذا لازم حد يبقى هناك يحميه, لكن ده تحت سيطرة ايران. فعشان كده بقولك يا رب الموضوع ما يكبرش, زي ما سيادة الرئيس قال مش عايزينها حرب اقليمية, خلاص هيضربوا في بعض وتنتهي العملية, انما حرب اقليمية هتأثر علينا كلنا. انا دايما بقول كلمة المشهورة, نحن الان نعيش في عالم الاواني المستطرقة, حاجة تحصل هنا تأثر على بقية الناس. اوكرانيا شفت عملت ايه؟ ده قلبت في العالم كله. فعشان كده لازم تروح, ولازم تروح لونواسر, انها لان النهاردة امريكا الان من منطقه الخليج, لان لو حصل حاجه ايران مش هتضرب اسرائيل. لا قبل ما اختم مع حضرتك رساله الى المواطن المصري اللي بيشوفنا دلوقتي والقلق على مصر, بنقول له لا تقلق, مصر قويه, عندها جيش عظيم وعندها شعب عظيم وعندها حقيقي مش مجامله رئيس بيتخذ القرارات الصحيحه في الوقت المناسب. انا قلقت يوم ما سيادة الرئيس مع بلينكن, فاكر لما بلينكن جاله لما المؤتمر كان على الهواء وبعدين قلقت ليه بقى؟ قلقت ليه؟ اولا دي ليست عاده رئاسيه, لا يعني لا هو كتر كل بتبقى مغلقه كلها اللي هي بيسموها اندورز ودايما الاندورز بتتعمل حاجه تطلع بره تقول حاجه تانية طبعا. فيوم ما سيادة الرئيس بقى عشان ما حدش يزايد علينا اتفتح الموضوع. امريكا النهارده عندها مشكله الفرد, امريكا الفرد, الفرد المحبوس او بتاع امريكا لها خمس مساجين في ايران خلاص هتفكهم بازاي؟ بستة مليار عشان ستة مليار دولار دولار عشان امريكا, عشان ايران تطلع الخمسه دول الامريكان اللي محبوسين في السجون هتديهم الستة مليار سعر بتوعهم بس كانوا متجمدين محجوزين فتخيل ستة مليار عشان خمسه. اما يجي بلينكن ويقول له ده انا عندي 50 امريكاني واقفين على المعبر وانت تقول له لا مش هيدخلوا الا لما تدخل المساعدات, انا قلقت برضو مع بيني وبينك يعني ده امريكا برضو ازاي؟ وهناك في ميديا في امريكا واقفه ولا الرئيس ولادنا لازم يجوا, امال انت عندك جيش اقوى جيش في العالم ازاي؟ فالحمد لله قرارات كانت صائبه وتمام. فعشان كده بقول للناس اطمن على بلدك, شعبك عظيم, جيشك عظيم, رئيسك بيتخذ القرارات المناسبة, ما خسرناش حاجة, اتحادنا كلنا, اسمعش اشاعات ناس عايزة تهد البلد ومش هتتهد,
وان شاء الله باذن الله. في نهايه لقائي لا املك الا الشكر الوافر لضيفي وضيف حضراتكم النهارده المفكر الاستراتيجي وقبل ذلك الصديق العزيز لواء دكتور سمير فرج. بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. ان شاء الله النصر لاهالينا في فلسطين، ان شاء الله الدعم والمدد لاهالينا في فلسطين، ولا نملك الا الدعاء اليوم. وعايز اقول لكم ان فضيله الامام الاكبر اصدر بيان منذ دقائق بيطالب العالم الحر الشريف بالضغط على اسرائيل لايقاف هذا الاجتياح البربري الفاكر. كل التحية لكم، مقاومة الاحتلال شرف وفخر وفقر. حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم. والدعاء ايضا لبلدي، اللهم احفظ مصر شعبا وجيشا ونيلا من كل سوء، اللهم امين.